الرحمن الرحيم، يا صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم. يتجدد اللقاء، حلقه جديده من صباح دريم. النهارده يوم الثلاثاء 19 يوليو 2016. الاسبوع ايامه بقى بتعدي بسرعه جدا الحقيقه. عندنا النهاردة مجموعة كبيرة من الأخبار. النهاردة كمان إن شاء الله بإذن الله الرئيس هيفتح هيشهد تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة من أكاديمية الشرطة، ويعني معنى كده أنه في دفعة جديدة هتنضم إلى كتائب حماة الوطن والحفاظ على الوطن. إن شاء الله يا رب بإذن الله يكونوا ذخرا لنا جميعا، وإحنا معاكم على الهواء إن شاء الله فور وصول سيادة الرئيس لمقر أكاديمية الشرطة. حنن لحضراتكم لقطات مباشرة على الهواء. عندنا أخبار كتيرة كمان، هنسأل السؤال المهم جدا، هنسأل السؤال اللي بيقول بقاله يومين ثلاثة ناس كتيرة جدا بتقوله، هو في إيه في المنيا؟ إيه اللي بيحصل في المنيا؟ ايه اللي وصل النهارده الموضوع ان في ناس بتقول او مسميه بتطلق على المنيا لقب مملكه المنيا او لقب اماره المنيا او لقب اي القاب اخرى من شانها انها تبين ان المنيا دي عباره عن محافظه او مدينه كبيره معزوله عن باقي جمهوريه مصر العربيه؟ ايه المناشدات اللي بتنطلق من المنيا الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبين منه تدخله هو شخصيا في احداث المنيا؟ عارفه انه مش ناس كتيره اتكلمت في الموضوع ده، وعارفه انه دائما وابدا الحديث اللي بيكون فيه جمله فيها مسلم ومسيحي بيكون شائك قوي وحساس قوي ومرهق قوي، لكن ما ينفعش نغض البصر وما ينفعش نعمل نفسنا مش واخدين بالنا انه في حاجات بتحصل في المنيا، في احداث غير ساره بالمره بتحدث في المنيا. بكل عقل وتروي هنتكلم في الخبر ده ان شاء الله، ونحاول نفهم اكتر عن احداث المنيا. في كمان مجموعه اخرى من الاخبار، بس نعرف النهارده هنتكلم في ايه. موضوعنا الرئيسي النهارده هنتكلم فيه لانه اخيرا في موافقه مبدئيه على قانون الخدمه المدنيه، القانون اللي اثار حاله كبيره جدا من اللغط على مدار شهور طويله جدا. في ناس يا جماعه في موضوع قانون الخدمة المدنية ده، الناس من اللي هما بينادوا بيه أو بيطالبوا بيه يعني من كتر ما كانوا بيطلعوا ويقفوا في مظاهرات ويتكلموا، أصواتهم كانت بتروح يعني، كانوا بيطلعوا على القنوات الفضائية صوته أو صوتها رايح من كتر الزعيق، تحس الموضوع أخذ مننا جامد قوي. هل يستحق كل هذا الجدل؟ بنعتقد أنه يستحق كل هذا الجدل، لأنه ما ينفعش تتعامل مع ما يقرب من 30 مليون مواطن، هو طبعا مش 30 مليون موظف، هو الجهاز الإداري بنتكلم حوالي 6-7 مليون تقريبا، بس انت بتتكلم ان كل اسره من دول متوسط مثلا 4 أو 5 أفراد، يعني بتتكلم على عدد مش قليل ابدا. وبالتالي ما ينفعش تتكلم على شريحه من الموظفين في الدوله اللي بيخضعوا الى الجهاز الاداري للدوله وتسيبهم مش فاهمين او تسيبهم مش قادرين يتخيلوا ليه الدوله ممكن تكون بتفرض عليهم هذا القانون في هذا التوقيت لعمل بعض او لعمل الكثير من اجراءات الاصلاح الاداري. هنتكلم ان شاء الله عن هذا القانون النهارده، هنتكلم من وجهتي نظر مختلفتين، ولكنها وجهات نظر برلمانيه بحته، لان في النهايه دول نوابنا، دول اصواتنا، دول اللي بيتكلموا بالنيابه عننا، دول اللي بيقولوا الشعب عايز ايه. كل نائب فاضل محترم بيتكلم بالنيابه مش بس عن دايرته بقى هنا، بيتكلم بالنيابه عن جموع المواطنين وبيتبنى وجهه نظر معينه، هنعرف لماذا يتبنى هذه الوجهه. ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن القانون ده وعن بيميزه ايه يا ترى عن القانون السابق، وهل هذا القانون سينصف الستة مليون موظف واسرهم ولا لا؟ هل سيقضي على الفساد؟ وهل هينجح بجد في اصلاح الجهاز الاداري للدوله؟ وايه ابرز المواد محل الخلاف بين اعضاء البرلمان؟ ومتى سيتم الانتهاء بشكل قاطع من المناقشات الجاريه حول هذا القانون وموعد اقرار البرلمان له؟ هنتكلم مع كل هذه التفاصيل ان شاء الله من خلال فقرتنا الرئيسيه النهارده. ضيوفنا الكرام اللي هينورونا في صباح دريم، النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والنائب ضياء الدين داوود. النائب عبد الفتاح هو عضو لجنه القوى العامله، والنائب داوود عضو لجنه الشؤون الدستوريه، النائب ضياء الدين. هنتكلم ان شاء الله باذن الله في هذا الموضوع المهم جدا. كل ارائكم، كل تعليقاتكم، كل استفساراتكم هنرحب بيها وننتظرها من خلال هذه الفقره المهمه. لكن تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع مباشره نشوف اهم اخبارنا المحليه والعالميه لهذا الصباح. We'll be right back.
من اول ما اعلن انه الرئيس هيشارك في فعاليات القمه الافريقيه في كيغالي اللي هي عاصمه الروانديه، كل الناس كده حتى ايه كانت بتسال نفسها سؤال، هو الرئيس هيتكلم مع رئيس وزراء اثيوبيا عن موضوع سد النهضه؟ هم هيتكلموا مع بعض؟ طب هو في مشاكل؟ طب هم متخانقين؟ طب هنوصل لايه؟ طب ده بيقولوا خلاص اثيوبيا مش سائله فينا وماضيه قدما في تنفيذ مشروعها دون مراعاه الى احتياجات المصريين. دي كلها كانت تكهنات على بعض الاشاعات، على تسرع شويه لتفسير الاحداث. تعالوا نقرا الخبر الصحيح من المصري اليوم. رئيس وزراء اثيوبيا للسيسي: سد النهضه لا يجب ان يكون مصدرا للنزاع. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الاثنين برئيس الوزراء الاثيوبي على هامش اجتماعات القمه الافريقيه المنعقده في كيغالي. وقال سفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي رحب خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملحوظ خلال العامين الأخيرين في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية المضي قدما نحو تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت في أديس أبابا خلال نوفمبر 2014، خاصة في ضوء رفع مستوى اللجنة لتصبح لجنة عليا على مستوى القيادات السياسية للبلدين. وفيما يتعلق بسد النهضة، أكد الجانبان خلال لقاء على أهمية البناء على الروح الإيجابية والثقة المتبادلة التي تسود منذ التوصل إلى اتفاق حول إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لبدء دراسات الخاصة بسد النهضة قريبا من أجل التوصل إلى توافق حول قواعد الملء والتشغيل في إطار التزام الطرفين الكامل بما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ بما يضمن مصالح مصر المالية وحقها في الحياة، فضلا عن مساعي إثيوبيا التنموية. وقد أكد رئيس الوزراء الإثيوبي في هذا الصدد على أن سد النهضة يجب أن يفيد جميع الأطراف ولا يجب أن يكون مصدرا للنزاع. ياريت في أي حاجة تتعلق بالمية وبمياه النيل وبسد النهضة، هذا الملف المهم جدا، ألا نستقي أخبارنا إلا من المصادر الموثوق بها، بلاش ننجرف ونجري وراء الإشاعات. نروح إلى الأهرام، والرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. ومن المقرر أن يكون في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار واللواء محمد الشربيني مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة. وستبدأ وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال بالأكاديمية، يليها تلاوة آيات من الذكر الحكيم قبل أن يلقي اللواء محمد الشربيني رئيس أكاديمية الشرطة كلمته. من اليوم السابع، والموضوع اللي من امبارح الحقيقة بنتكلم عليه موضوع قانون القيمة المضافة، ونعلم أنه الموضوع ده مجرد الإشارة ليه قد يعني مش قد هو بالفعل أثار جدل كبير عند المواطنين. إحنا مش ناقصين ضرائب زيادة، إحنا مش ناقصين أعباء زيادة. هنقرأ الخبر مع بعض وناخد عليه اتصال هاتفي لعلنا نستوضح حقيقة المعلومات. من اليوم السابع، مساعد وزير المالية: قانون القيمة المضافة ليس جديدا ويشمل قائمة إعفاءات كبيرة. قال عمرو المنير مساعد وزير المالية لشؤون السياسات المالية إن حد التسجيل في قانون الضريبة المضافة سيكون 500 ألف جنيه، وهذا الحد سيعفي المشروعات الصغيرة من الخضوع للقانون، مؤكدا أن قانون الخدمة المضافة ليس جديدا، لافتا إلى أن قانون ضريبة المبيعات خليط بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أول هدف لتطبيق القانون هو علاج التشوهات في القانون الحالي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بحيث يتم إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة ما عدا ما يتم إعفاؤه، مشيرا إلى أن القانون به قائمة كبيرة من الإعفاءات تشمل خدمات التعليم والصحة والسلع الغذائية. معنا على الهاتف سيادة النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. سيادة النائب صباح الخير يا فندم. أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا.
ثلاث بنود يتم استثنائهم أو إعفائهم من القيمة، ضريبة القيمة المضافة، السلع الغذائية، الصحة والتعليم. مظبوط يا فندم؟ مظبوط. في عندنا قائمة إعفاءات ضخمة جدا بتضم تقريبا أكثر من 55 نوع من السلع والخدمات، يأتي على رأسها السلع الأساسية وخدمات التعليم وخدمات الصحة. على أساس أن هذه الضريبة ليست ضريبة جديدة، هي مجرد إعادة حساب ضريبة المبيعات بصورة يعني أكثر شمولا وأكثر منطقية، حقق عدالة ضريبية على اعتبار أن الفئات اللي بتستهلك بكميات كبيرة وبقيم استهلاكية عالية المفروض تدفع ضريبة أعلى من الفئات اللي بتستهلك كميات قليلة وبقيم مالية قليلة. فالحقيقة المشرع حط قائمة طويلة جدا من الإعفاءات، معظمها بيتركز في السلع الأساسية وخدمات التعليم والصحة، وبالتالي الأثر على محدود الدخل هيكون في تصوري أثر محدود جدا جدا جدا، ولكن احنا بنوسع حجم المجتمع الضريبي وبنزود حجم الحصيله الضريبيه عشان نقدر نمول الخدمات العامه اللي موجوده في الموازنه العامه للدوله. انا معلش يا فندم في حاجه بس برضو مش فاهمها قوي، يعني حضرتك بتقول انه هو ما فيش حاجه جديده في الموضوع، وانه بس كل ما زاد استهلاك المواطن كل ما هيدفع ضريبه اكتر، مش هو ده الطبيعي؟ يعني مش ده اللي كان المفروض يكون بيحصل؟ يعني اللي دخله 1000 جنيه في الشهر، اللي دخله 1000 جنيه في الشهر اكيد بيدفع ضريبه اقل من اللي دخله 10000. حضرتك قانون الضريبه على المبيعات الموجود في 91 ما كانش بيشمل كل السلع وكل الخدمات، وكان فيه سلع خضعة وسلع غير خضعة، وكان فيه لخبطة الحقيقة في طريقة الحساب. ولكن العالم كله أكثر من 130 دولة تحولت من الضريبة على المبيعات لضريبة القيمة المضافة، إن إحنا كل مرحلة إنتاجية بتمر بيها السلع أو الخدمة بيتفرض عليها نسبة معينة من الضريبة، بحيث في النهاية السلعة النهائية تتحمل بنصيبها العادل من الضرائب. كان في القانون الحالي أيوه طبعًا اللي بيستهلك اكتر بيدفع اكتر، ولكن في بعض ما كانش القانون بيشمل كل السلع والخدمات اللي موجوده دلوقتي. طيب سؤالي الثاني يا فندم، المفروض برضو حسب ما جاء في نص البيان انه حد التسجيل في قانون الضريبه المضافه هيكون 500000 جنيه، بمعنى انه المشروعات الصغيره والمتلهيات الصغرى التي تقل عن قيمه 500000 جنيه لن تفرض عليها القيمه المضافه، صح كده؟ يعني 500 فما طالع 500 فاعلى. طبعا احنا كده بنحاول برضو شويه على المشروعات الصغيره دي، واحد مرتين الاداره الضريبيه نفسها، النظام الضريبي نفسه صعب جدا تتبع جميع الانشطه الصغيره طبعا عددها بالملايين، وبالتالي بنقتصر على المنشات اللي مبيعاتها السنويه بتغطي 500000 جنيه. طبعا هو لو نتكلم على العداله الضريبيه المفروض الكل يخضع، ولكن مرحليا صعب جدا تخضع كل المتعاملين في الانشطه، فحطينا حد التسجيل او الحكومه اقترحت حد التسجيل 500000 جنيه. طيب سؤالي الاخير لحضرتك يا فندم، معلش، ال 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 السجاير قرينا امبارح او سمعنا انه عليه هيكون عليها زياده ما يقرب 100%، مظبوط كده؟ لا الحقيقه لسه اسعار السجاير ما جاتلناش من الحكومه لحد دلوقتي. يعني طب والبنزين يا فندم؟ لا البنزين زي ما هو، باكد على حضرتك من خلال عشان دي اكتر حاجه الناس بتسالها، البنزين هيغلى؟ لا 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 لا، البنزين حضرتك دولار كما هو، القوائم اللي بتتباع في الطريقه دي قوائم هي غير صحيحه، لان سعر نسبة البنزين شامل الضريبة لم تتغير، سواء في القانون القديم أو الجديد الضريبة هي مفيش مليم زيادة لا على البنزين ولا على الصودا. طب معلش اديني كده يا فندم مثلا 3-4 أمثلة للسلع اللي هتزيد. احنا دلوقتي استثنينا السلع الغذائية وخدمات الصحة والتعليم، وحضرتك بتقولي البنزين مش هيزيد، طب زي ايه الحاجات اللي هتزيد تقريبا؟ لا مثلا حضرتك في عندنا طبعا جميع أنواع السلع والخدمات الأخرى، يعني مثلا اللي ممكن تقول انا ما اقدرش اقول هتيجي قد ايه، هتقل قد ايه، لسه ما اتفقناش مع الحكومه على النسب، انما السلع اللي ممكن تتغير النسب بتاعتها الثلاجات الغسالات العربيات حاجات من النوع ده، انما هتزيد بقد ايه او هتقل بقد ايه لسه الاسعار النهائيه لسه ما خلصناش مع الحكومه منها لحد دلوقتي. هل عملنا دراسه يا فندم تقول لنا لو فرضنا القيمه الفلانيه حصيلتها او ايرادات الزائده دي اللي هي الجديده اللي جايه لي دي هتعوض لي عجز كذا بقيمه او نسبه كذا او قيمه كذا من عجز الموازنه؟ القانون طبعا الوزاره الماليه حاطه بالنسبه دي قد ايه يا فندم؟ لو طبقناها هتقلل لي عجز قد ايه؟ لو طبقنا القانون القيمه المضافه حضرتك بالصيغه اللي الحكومه مقدماها، طبعا مجلس النواب من حقه يعدل فيها، لكن الصيغه اللي الحكومه مقدماها تحقق دخل للدوله حوالي 35 مليار جنيه.
35 مليار جنيه سنويا. بالظبط سنويا طبعا. أيوة. باذن الله. بشكرك جزيل الشكر سياده النائب حسين عيسى رئيس لجنه الخطه والموازنه بالبرلمان. كان مهم جدا نستوضح النقاط دي. البنزين يا جماعه ما تقلقوش، خلاص البنزين بالفعل مدعوم اللي موجود دلوقتي وشامل زيادته قبل كده وكل حاجه، ما فيش كلام ولا مساس ليه. السلع الغذائيه يا جماعه، الاكل والشرب ما تقلقوش برده ان شاء الله. خدمات الصحه، اي خدمات متعلقه بالصحه او بالتعليم غير قابله للزياده، فما تقلقوش ان شاء الله باذن الله. وبعدين لسه واحده واحده يعني، برضو يا ريت ما تحصلش حاله هلع ونبدا ننزل نشتري حاجات كتير وكميات كبير، اصل الاسعار وكميات كبيره عشان الاسعار هتعلى. لسه بيتناقش جوه البرلمان، فلسه قدامنا حبه حلوين، فبلاش ارتباك يعني. نروح إلى الوطن وخبر أيضا متعلق بالعلاوات والزيادات والشأن الاقتصادي، ولكن بطريقة مختلفة. وزير التخطيط يعترض على زيادة العلاوة، الوضع الاقتصادي في غاية الخطورة. اعترض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط خلال الجلسة المسائية بمجلس النواب على زيادة العلاوة عن 7% قائلا: الوضع الاقتصادي غاية في الخطورة، ولا تسمح بهذه الزيادة وزيادة العلاوة إلى 10% ستكلف الدولة 2 مليار جنيه. واقترح وزير التخطيط أن يصدر النواب تشريعا جديدا بزيادة العلاوة الاجتماعية بعيدا عن قانون الخدمة المدنية والموافقة على النص الحالي للقانون. طبعا من المعروف انه كانت امبارح يعني كان في كلام امبارح ربما امس واول امس في جلسات مجلس النواب انه في ناس بتحاول كانت تزق شويه العلاوه دي وتعلى عن 7%، ولكن 7% يبدو ان دي النسبه الاغلبيه لغايه دلوقتي مجمعه عليها، لانه احنا بنمر حاليا بازمه اقتصاديه حقيقي كبيره جدا وطاحنه، وبالتالي لا تستحمل ميزانيه الدوله ان تزداد العلاوه بنسبه اكبر من 7% اللي زي ما قلت ربما يبدو أنه الأغلبية لغاية دلوقتي مجمعة عليها. طيب الخبر اللي جاي زي ما قلت بالظبط، مع أنه خبر يعني ثقيل جدا، وخبر يعني ما نتمناش في يوم الأيام أن احنا لا نقرأ في نشرات أخبارنا ولا نقرأ حتى ولو عناوين في الصحف، ولكنه بيعبر عن حادثة حقيقية وقعت بالفعل، وبالتالي لا نستطيع أن نغمض أعيننا عليها أبدا. بتكلم على أحداث المنيا بدون تهويل وبدون أيضا تبسيط للأمور. حقيقة أنه في حالة من الغضب موجودة عندنا كمصريين، بقولها بصراحة جدا، وسط مطالبات بعض أو الكثير من أهالي المنيا، إما بإقالة محافظ المنيا، لانه حسب كلامهم لما بتتكلم معاهم، لما تقرا تعليقاتهم، لما تقرا اللي كاتبينه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ان دي مش اول مره، وانه الرجل ليست لديه القدره الكافيه انه يحل مشكله ممكن لو تم حلها في البدايه بشكل صحيح ومنصف وعادل لجميع الاطراف. ما بنقولش انه طرف يجي على حساب طرف تاني، بنقول وجهات نظر الناس انه لو تم العمل على حل هذه المشكلات منذ البدايه بطريقه عادله ومنصفه وسريعه، ولم تترك الامور لكي تتصاعد، فده ممكن يجنبنا كتير قوي. لكن للاسف الشديد، وانا صدقا اقدر اتكلم بالنيابه عن يعني ناس كتيره جدا من اهالينا في المنيا، لانه احنا عارفين الكلام ده وبنقرا الكلام ده وبنسمع الكلام ده، هم بيشوفوا ان ده ما بيحصلش، وانه عادات العرب اللي بتحصل في النهايه دي لما مواطن مصري مسيحي يكون فيه شجار من اي نوع وما ياخدش حقه، او يتضرب او يحصل له اهانه او تحرق كنيسه او يحرق بيت او اي حاجه، فكره انه هنجيب اللي عمل كده ونقعد قعده عرب ونطبطب هنا ونطبطب هنا، وزي ما قلت زمان قبل كده نتصور صورتين حلوين كده ويحيى الهلال والصليب. ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه تبقى دي طريقه لمعالجه مثل هذه الامور. في حزم اكتر محتاجينه في معالجه هذه الامور. نشوف من اصوات مصريه: اسقف المنيا اثناء جنازه ضحيه طهنه الجبل، حق فام لن يذهب هباء. قال اسقف عام المنيا الانبا مكاريوس ان حق فام مش هيروح ودمه لن يذهب هباء، ولن نترك حقه مهما طال الوقت، لابد أن نهدأ لأنه في مكان أفضل. وشيع مئات الأقباط بقرية طهن الجبل محافظة ألمينيا أمس الاثنين جنازة الشاب فام ماري خلف 27 عاما،
والذي قتل مساء الأحد الماضي على خلفية أحداث الطائفية. كما ترأس الأنبا مكاريوس وثمانية من قساوسة من مطرانية المنيا والمطرانيات المجاورة صلاة الجنازة وسط هتافات غاضبة لأهالي القتيل. كانت قد وقعت طبعا مشاجرات بين مسلمين ومسيحيين بقرية طهنة الجبل التابعة لمركز المنيا مساء يوم الأحد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاث مسيحيين بينهم امرأة. وده كان الخبر اللي سمعناه وحزننا جدا ان احنا نسمعه. والحقيقة زي ما قلت اللي حزننا اكتر انه مش شايفين ان في حاجة بتتاخد بحزم كده قوي. وفكرة جلسات العرب دي يا جماعة لازم نقفلها من قاموسنا الصراحة على قد ما نقدر، إلا في حالات الطار، ودي قصة تانية في الصعيد لأنه دي ثقافتهم وهم اللي بيطلبوا إن ده يحصل. لكن لو بنتكلم على مشكلة زي اللي احنا فيها دي، الحق لازم يجي لأصحابه. ناخد معنا على الهاتف الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك، ويعني بنعزيك يا فندم وبنعزي نفسنا في وفاة الشاب المصري. طبعا أنا متشكر خالص لاهتمام حضرتك والمقدمة الجميلة اللي حضرتك قدمتيها دلوقتي. بشكر حضرتك يا فندم. برضو يعني مع أنه قريت الخبر طبعا من جرائدنا وصحافنا، لكن أحب أعرف من حضرتك يا فندم اللي حصل وآخر التطورات، ودلوقتي وإحنا بنتكلم أهالي المتوفى الشاب المصري اللي راح للأسف غدر، وضعهم إيه؟ طبعا كان في ثورة غضب، يعني كان في ثورة عارمة امبارح، وعدد المشيعين تجاوز 5000 واحد واحدة، وكانت من أصعب الجنازات اللي أنا شاركت فيها. في غضب شديد جدا، في استياء شديد جدا. الحادثة ضمن سلسلة طويلة لا تتوقف من الاعتداءات والحرق والتدمير، ووصل الأمر للقتل. وزي ما حضرتك قلت مفيش معالجات سليمة للأحداث اللي بتحصل، ويتم التعامل مع كل حدث بشكل مستقل من خلال تطيب الخواطر زي ما حضرتك ذكرتي، أو البحث عن جلسات صلح يعني ساذجة. ومفيش رؤية. حضرتك تفضلت وقلت ان في مطالبات بإقالة السيد المحافظ. احنا مشكلتنا مش مع اسماء، احنا مشكلتنا مع منهج، مشكلتنا مع سياسة. هيتغير السيد المحافظ دلوقتي او بعد شوية، وهيجي محافظ اخر بنفس السياسة وبنفس المنهج. معالجات خاطئة، في تهديدات للأهالي بأنه إن لم يقبلوا الصلح فسوف يتعرضون لانتقام أكبر، والشرطة تعلم ذلك والمسؤولين يعلموا ذلك، والناس في القرى أسرى ورهائن لمراكز القوى اللي جوه القرية. أحيانا يبقى في مسؤول محلي معتدل، لكن في أغلب الأحوال هو إما غير مدرب، إما غير مختبر، مش حرفي في عمله. والأمن يتواجد في القرية أثناء الأزمة لعدة أيام، وبعدين يغادر القرية عشان يرجع الأهالي من أول وجديد تاني تحت رحمة هؤلاء الأشخاص، أو في مواجهة غير عادلة. في معالجات خاطئة زي ما قلت لحضرتك، ولازم يبقى في رؤية، لازم يبقى في جناه ينال ما يستحق من عقاب. لكن إفلات الجناه كل مرة من العقاب وتسوية الأمر، القوات المسلحة تبني ما تهدم، أطراف تانية تساعد في التعويض، إطلاق سراح المقبوض عليهم في نهاية الأمر بشكل يثير الغضب. كل مرة يفلت الجناه من العقاب، كل مرة يتم الضغط على الأقباط للتنازل عن حقوقهم والعدول عن أقوالهم، يعني التسريح أو الإفراج عن المقبوض عليهم، وهم بيبقوا جناه بالفعل وفي شهود كثيرين. وإلا مين حرق ومين ضرب ومين قتل ومين أصاب؟ وقد يكون يا فندم، يعني اسمح لي بس أضيف على كلام حضرتك، طبعا هم عينه ما فيش حاجة الصراحة تانية تتقال، بس
يعني انا عايزه اقول يا جماعه انه في اغلب الحوادث دي لما تيجي بقى ترجع لاصل الموضوع بنسبه كبيره جدا ما بتبقاش اصل الخناقه او مشكله ليها علاقه بالمسلم ومسيحي بانها مسلم ومسيحي، لكن اللي بيحصل في النهايه ايه؟ انه بنعرف بعد كده انه ده فلان المسلم مع فلان المسيحي، وفي النهايه جينا على حق ده، وفي النهايه ما رجعش حق ده، وفي النهايه واحد مات، واحد فقط 27 سنه ظهرت شباب راح في النهايه مقبوض عليهم، فجاه في يوم وليله نسمع ان هم اخذوا افراج وطلعوا، اصل ما فيش اثبات، اصل ما اعرفش ايه. دوله القانون هي 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 المحك، دو تطبيق القانون. يعني ابونا ماكاريوس بيقول احنا مش مشكلتنا ان احنا نغير محافظ ونجيب محافظ تاني، لانه مليون محافظ ممكن يجي لو المنهج زي ما هو مش هنحل حاجه ولا هنطلع خطوه واحده لقدام. خلونا ناخد مع بعض على التليفون ايضا، اسمح لي ابونا ماكاريوس تفضل معانا على الهاتف، ويعني مع انه زي ما بقول دايما الفكره مش في تعاطف المسيحيين والمسلمين معا، لانه دي حاجه انا بشوف ان احنا معدينها من الاف السنين يعني، بس خلينا طبعا نسمع صوت اخر ايضا عاقل كصوت عقل ابونا ماكاريوس. فضيله الشيخ خالد الجندي من علماء الازهر والاوقاف، اهلا وحضرتك يا فضيله الشيخ. اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وبالساده المشاهدين. خالص العزاء لمصر، لا اقول لاقباط مصر، خالص العزاء لمصر في وفاه المرحوم فان ماري، لانه الحقيقه انا يعني عاوز اعلق على كلام يعني نيافه ابونا مكاري على انه مش 5000 واحد اللي غضبانين فقط اللي خرجوا في الجنازه، انا عاوز اقول له انه 90 مليون مصري غضبانين أشد الغضب لوفاة هذا الفقيد الذي تمثل وفاته أو يمثل مقتله والاعتداء على حياته الطاهرة، اعتداء على حياة الإنسانية بأكملها. احنا من الثوابت عندنا قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الحادثة هي محاولة لقتل الإنسانية بالكامل، محاولة لقتل مصر، محاولة لقتل الأخوة والحب والدماء الطاهرة التي حماها الله والتي قدسها الله والتي رفع الله منها والتي أعلى الله مقامها والتي توعد الله بالانتقام من ذويها ومن أصحابها. يا أستاذة الكارثة يعني دماء المصريين كلها تتكافأ ولا يعرف البعض ذلك. العقلية الذهنية التي توجد عند البعض في التفرقة بين دماء المسلم والمسيحي لازم تتغير، لابد من إزالتها بالكامل، لابد من علاجها بالكامل، لابد من التعامل مع العقل المتدين بأن الدين الحقيقي هو في الحفاظ على نعمة الله سبحانه وتعالى، في الحفاظ على عطية الله سبحانه وتعالى، في الحفاظ على النفس الإنسانية التي خلقها الله وكفل لها الحماية والصيانة. الذي حدث يعطينا دلالة ومؤشر مبكر على هذه المحاولات المستميتة لتفتيت هذا الوطن، لتدمير هذا الوطن. لا بس فضيلة الشيخ اسمح لي بس أقول حاجة، معلش. نعم. غياب تطبيق قولة دولة القانون يا فضيلة الشيخ يعني دي حاجة الحقيقة يعني مش في إيدينا كمواطنين، ولا دي فتنة جايانا من بره، ولا ده إرهاب بيحاولوا يزرعوه جوانا، دي حقيقة واقعة يا فندم، وده السبب الرئيسي في اللي احنا فيه النهاردة بصراحة شديدة جدا. حضرتك عاوزة تعرفي دي فتنة من بره ولا مش من بره؟ شوفي القنوات المعادية لمصر هتستغل الحادث ده ازاي علشان تعرفي حضرتك ان هناك محاولات مستميتة لتدمير الوطن بأي طريقة وبتلخيم هذه الوحدة الوطنية الكامنة في نفوس أبنائه. أنا على العموم دولة القانون بأمر مفروغ منه، لكن بالتوازي فين المؤسسات الدينية الكافية بتغذية المسلم بالوسطية والمسيحي بالوسطية؟ فين المؤسسات الدينية التي من واجبها في المقام الأول تشكيل فريق ازمات؟ انا الحقيقه بانادي مرارا وتكرارا بوجود فريق اسمه فريق الازمات، فريق دعوي من علماء الدين، اقصد هذا تحديدا، انا اتكلم عن المؤسسه الدينيه، وجود فريق ازمات
بدوره لابد ان يقوم بالانتشار والسفر فورا. نعم. طيب احتواء الازمه. طيب اسمح لي يا مولانا هسالك سؤال ويمكن ده السؤال اللي كان مخليني كنت حريصه قوي ان انا اسمع صوت حضرتك النهارده في مداخلتك على هذا الموضوع. هل ممكن نامل ونحلم ان احنا قريب قوي نشوف حضراتكم علمائنا الاجلاء الافاضل من الازهر الشريف والاوقاف بدل الصورة التقليدية اللي هي طبعا بتطيب الخواطر وأكيد بتفرق كتير لكن ما بتأثرش زي لما ناخد بعضنا مثلا كده ونطلع يا فندم على مكتب النائب العام ونطلب منه تطبيق القانون هنا. دي يا فندم دي تفرق جدا تفرق جدا يا فضيلة الشيخ خالد الجندي. يعني احنا بنتكلم هنا دلوقتي انه ده اللي انا بقوله احنا فكرة انه اتكلم قد ايه المسلم والمسيحي شركاء في الوطن وان احنا اخوة بتاع كلام جميل ورائع اللي هو مش كلام ودي حقيقة بس احنا عدينا الكلام ده من زمان. احنا دلوقتي واقفين قدام سلسلة من الحوادث بتحصل بصراحة ما بنلاقيش تطبيق قانون فوري يشفي غليل اهالي الضحايا او اهالي المكروبين او اللي اتحرقت لهم كنايس او اتولع في بيوتهم او غيره بصراحة. مشكلة القانون انه عبارة عن مجموعة من النصوص الجامدة العمياء التي تخلو من الروح اساسا. القانون مجموعة من القوانين الثابتة والنصوص الثابتة. احنا بنتكلم عن العقلية، احنا بنتكلم عن دور كل واحد فينا. انا لا استثني احدا من المسؤولية بالمناسبة. انا لا ابرئ احدا بأي طريقة من الطرق من مسؤولية مما حدث في المنيا وسيحدث في كل محافظات مصر آجلا أو عاجلا. أنا لا أستثني أحدا من المساءلة والمسؤولية إنما أقول إن لو كل واحد فينا لعب دوره أو أدى دوره أو قام بأداء الواجب المنوط به لإنقاذ الوطن ولحماية الوطن بالتدابير الاحترازية لعدم تكرار الفعل وللقصاص من الجناه الذين تطاولوا على هذه الدماء ولكي تكون هذه المحاكمة علنية يراها المجتمع المصري بالكامل العلنية في العقوبة في هذه الحالة كما نرى في علنية عقوبات الجاسوسية وعقوبات تهديد الوطن وعقوبات الإرهاب هذا أمر مطلوب من المجتمع بالكامل لكي يرتدع الذين تسول لهم أنفسهم هذا التسول السامج الوحشي. نحن نريد أن يفهم الجميع أن القرآن ينتج بشدة في الآية رقم 6 في سورة التوبة حتى ده بيتكلم مش عن أهل الكتاب في أهل الكتاب وفي مشركين ربنا بيقول وإن أحد من المشركين مش من أهل الكتاب لا من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة الأمن ولغير الكتاب فما بالكم بالكتاب ده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا يا فضيلة الشيخ طبعا إنه حتى المشرك حتى الكافر بالأديان السماوية ما نقتلوش ربنا حرم القتل يعني ويطالب بالأمر ثم أبلغه مأمنة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر فضيلة الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف والأوقاف. بشكر حضرتك جزيل الشكر نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا. يا ريس أهالينا المصريين في المنيا بيستغيثوا بيك وبيقولوا لك أرجوك اتدخل يا ريس اتدخل عشان الحق يرجع لأصحابه. نروح إلى خبر حصري الحقيقة انفردت بيه بوابة شوف على الانترنت وخبر الحقيقة برضو كان غريب جدا. ضابط كان راكب في مركب في النيل قدام اسم الدقي كده في النيل ومعاه معاوني وشافوا جثة عايمة على البحر فالمراكبي طبعا افتكر ان الضابط يعني يشمر ايديه كده هو واللي معاه ينزلوا يسحبوا الجثة يعني ده اكرام الميت دفنه. الحقيقة انه عمل حاجة تانية خالص غريبة جدا. نشوف بوابة شوف كتبت الخبر ازاي. جثة غريق حائرة بين القاهرة والجيزة بأمر ضابط الشرطة بالمسطحات المائية. حصلت بوابة شوف على فيديو لجثة في النيل بالقرب من قسم شرطة الدقي فيما رفض ضابط شرطة انتشالها من المياه فتركها وطلب من معاونيه إبعادها عن نطاق عمله. وكان شاهد عيان قد قام بتصوير الواقعة والمثير هو قيام قارب شرطة المسطحات المائية الذي يستقله ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة محاولة إبعاد الجثة إلى الجهة الأخرى فانتبه المواطن شاهد العيان للواقعة وقام بتصويرها. ويقول شاهد العيان أنه سمع ضابط الشرطة يصرخ
يصرخ في وجه المراكبي بأن يبعد الجثة للجهة الأخرى حتى لا تكون في نطاق عمله، قائلا خبيه تحت الكوبري. فتعجب المواطن وسأل صاحب المرسى لماذا لا تخرج الجثة، فأجاب الباشا طلب مني كده. وأضاف المواطن لبوابة شوف الإخبارية أن الجثة ظلت حائرة لمدة 4 ساعات بين الجيزة والقاهرة في المنطقة أسفل كوبري الجلاء دون أن يتم انتشالها. خليني بس أقول أنه صحيح الخبر ده في ضابط شرطة تخلى ربما عن ضميره، إذا ما صحت هذه الواقعة طبعا، لأنه لسه كلام قصاد كلام، أنه تخلى عن ضميره والمهني وما ساعدش في انتشال الجثة. لكن خليني أقول أنه قصاد الضابط ده في مئات إن ما كانش آلاف من الضباط التانيين بجد، لو شاف خطر على مواطن أو حياة إنسان هو يرمي نفسه وراه، سواء في النيل ولا في النار ولا في أي مكان، عشان ينقذ حياة المواطن. في حاجة قصاد حاجات تانية كتيرة جدا، لكن كان لازم برضو نشير إلى الخبر ده. أكيد دلوقتي السادة الضباط شرطة المسطحات المائية وزارة الداخلية بتفرجوا علينا رجاء التحقيق في هذه الواقعة والخبر على عهدة بوابة شوف الإخبارية. نروح إلى الوفد سريعا، ووزير النقل يعطي إشارة البدء لاستكمال المرحلة الرابعة للخط الثالث بالمترو. وضع الدكتور جلال سعيد وزير النقل حجر الأساس وأعطى إشارة البدء لتنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يمر مساره في مناطق مصر الجديدة والنزهة وجسر السويس والحرفيين ومدينة السلام، وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وممثلي الشركات القائمة بالتنفيذ. وقال وزير النقل أن الجزء الثاني من المرحلة الرابعة يمتد بطول 6.37 كيلومتر ويشتمل على 5 محطات علوية، وهي هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايك ستيب، والمرحلة التبادلية عدلي منصور عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسماعيلية، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا، وتبلغ تكلفة الإنشاء والتجهيزات من دون الوحدات المتحركة 5.9 مليار جنيه مصري. تعالوا نشوف مع بعض جزء من كلمة وزير النقل خلال وضع حجر أساس المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق. في محاولة لتقليل الازدحام وتسهيل المهام على المواطن المصري، قام وزير النقل الدكتور جلال السعيد بوضع حجر الأساس وإعطاء إشارة البدء لتنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يشمل 5 محطات ويخدم مناطق عدة، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية المحلية. احنا النهاردة موجودين في احتفالية اللي فيها ان شاء الله هنحط حجر الاساس ونطلق اشاره البدء في هذا الجزء المهم من الخط الثالث. الخط الثالث مقسم الى 4 مراحل. احنا هنا بنتكلم على المرحله الرابعه من الخط الثالث. المرحله الرابعه فيها جزئين، جزء نفقي تحت الارض، ده بيبدا من محطه الاهرام الى هارون وصولا الى المنطقه اللي احنا موجود فيها، بعده محطات تحت الأرض كلها في الألف مسكن وفي هليوبلس لحد وصول هنا إلى جسر السويس في محطة هشام بركات. الجزء هنا بقى ده الجزء الثاني، وده عبارة عن جزء علوي فوق سطح الأرض بيمشي على كوبري علوي بطول 6.4 كيلو ومحطات أيضا علوية من هنا من شارع جيش السويس هنا في محطة هشام بركات وصولا إلى محطة منتشرة عدلي منصور اللي هي عند السلام، اللي هي تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسماعيلية. احنا الحقيقة عندنا خطة واضحة جدا، وإن شاء الله هذه المرحلة تحديدا يتم الانتهاء بسرعة منها، لأنها مرحلة يعني سطحية فوق سطح الأرض مش بنحفر أنفاق وكده. فإن شاء الله بإذن الله كمان مركزين إن المدى الزمني اللي يستغرقه هذا المشروع يبقى سريع، بحيث الناس ترى صدى لي وعائد سريع على حياتها وعلى مستوى معيشتها بشكل عام بإذن الله. وزارة التنمية المحلية طبعا اختصاصها يعني الخدمات والتنمية في المحافظات، مثل هذه المشروعات العملاقة بتخدم المواطنين، بتسهل الحياة، بتسهل انتقالاتهم، بتقلل التكدسات في الشوارع، وبتحل أزمة المرور، بتعود في الآخر على مستوى الحياة ورفاهية الحياة بالنسبة للمواطن المصري، سواء بقى في القاهرة أو في الجيزة أو في أي مكان بتتم فيه هذه المشروعات. ده هيكلف في حدود 5.9 مليار. هو يمكن انا دلوقتي المهندس محسن صلاح قال 5.237، وانا هنحاسبه على كده ويدفع الباقي هو معاه، لان هو طبعا هو 5.9 مليار
وربنا سهل ان شاء الله هينتهي في ان شاء الله في نص 19. النهارده احنا وصلنا لمرحله من اعداد السيارات والكثافه المروريه في العاصمه لمرحله اصبحت بتعوق حركه المرور، بتعوق تحركات عربيات الحمايه المدنيه، بتعوق حركه عربيات الاسعاف لا قدر الله في حصل حوادث، بتعوق حركه المستثمر والمواطن اللي بيتحرك عشان ينجز مصلحته، عشان يوصل المصلحه المصلحه. لما حوصل لمرحله النهارده غطى العاصمه بشبكه مترو الانفاق زي كل دعوة المتقدمه، بحيث النهارده انا اوصل لمرحله ان المواطن يستغنى عن عربيته الملاكي، ده لنقاش انجاز على اعلى مستوى هينعكس علينا اجتماعيا ثقافيا واقتصاديا. نشوف بقى الأخبار العالمية اللي هي طبعا يعني أغلبها الصحافة العالمية تتحدث عن أحداث الانقلاب التركي الفاشل، اللي هو احتمال يعني في ناس بتقولك ما يبقاش فاشل، ما يبقاش فاشل قوي، احتمال لسه في كلام تاني مش عارفين. الأوضاع الحقيقة يعني ملتهبة في تركيا. نبدأ بإندبندنت، وأردوغان يتخلص من البقايا الأخيرة لتركيا العلمانية. قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم تحركات الجيش الأخيرة ضده للتخلص من البقايا الأخيرة لتركيا العلمانية. وفي تقرير صحفي بالجريدة يقول إن التطهير الكاسح للجنود والمسؤولين في أعقاب تحركات الجيش الأخيرة في تركيا سيتم بقوة إضافية على الأرجح، لأن عدد من المساعدين المقربين لأردوغان كانوا بين القتلى الذين سقطوا نتيجة لتلك الأحداث. وقد بلغ عدد المعتقلين حتى الآن قرابة 6000 جندي وإحالة 3000 قاضي ومسؤولين قانونيين ليست لهم صلة على الأرجح بالتحركات العسكرية. وذهب التقرير إلى القول بأن تحرك الجيش الفاشل سيكون بمثابة عذر لحملة كاسحة ضد أعضاء من القضاء وضباط الجيش، أكبر بكثير مما شهدته تركيا على مدار سنوات، وسيكون محاولة لتأمين قبضة أردوغان على الدولة التركية. نروح إلى CNN، ويعني مقدمة سريعة بس جدا للخبر ده. حضراتكم طبعا عارفين أن تركيا بقالها سنين حلم حياتها وكانت بتعمل المستحيل علشان تكون دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، تنضم للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يا جماعة لا يعترف، كل دوله لا تعترف بعقوبة الإعدام، ما بيطبقوش الإعدام عندهم، منعين تطبيق قانون عقوبة الإعدام. تعالوا بقى نشوف الخبر ده من CNN بيقول إيه. أردوغان سأصادق على إعادة عقوبة الإعدام. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيصادق على إلغاء حظر تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، حال إقرار هذه الخطوة من قبل برلمان البلاد. وقال الرئيس التركي في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة CNN إنه من الواضح تماما أنه تم ارتكاب جريمة الخيانة بالطبع، واتخاذ هذه الخطوة سيتطلب قرارا مناسبا من قبل البرلمان. وشدد أردوغان على أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام يجب أن تجري بشكل إجراء دستوري، مشيرا إلى أنه بصفته الرئيس التركي سيصادق على أي قرار للبرلمانيين حال موافقته على بحث هذه القضية. آخر أخبارنا من فرانس 24، نروح إلى فرنسا حيث تعلن عن إحباط هجوم إرهابي قبل انطلاق يورو 2016. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس الاثنين أن السلطات الفرنسية أحبطت هجوماً كان مخططاً لتنفيذه قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 مباشرةً. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية AFP عن السياسي الاشتراكي قوله إن هذا الهجوم كان من الممكن أن يكون ذا طابع مميت على نحو خاص، لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل. دي كانت مجموعة أخبارنا لهذا الصباح، والأخبار العالمية كمان أعتقد كانت مهمة جدا النهاردة. يلا بينا نطلع لفاصل سريع، وبعد الفاصل مباشرة نطرح السؤال اللي مش أول مرة الحقيقة نطرحه، لكن كان لازم نطرحه النهاردة بما أننا برنامج الأسرة المصرية. قانون الخدمة المدنية متى يخرج للنور؟ هل يرضي جميع الموظفين والعاملين بالدولة؟ أي أسئلة واستفسارات عند حضراتكم مع ضيوفنا الكرام بعد لحظات، خليكم معنا. أهلا
اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا لما نكون بصدد الحديث او بصدد اصدار قانون والموافقه من قبل البرلمان على قانون يهم اكتر من 6 مليون موظف في الدوله، يبقى احنا بصدد الحديث عن موضوع في غايه الاهميه. في ناس لامت الحقيقه طول المده اللي اخذها القانون ده، ولكن في ناس تانية بتشوف انه لا، هو كان طبيعي ياخد المده دي لانه كان هناك الكثير من النقاط الواجب اشمالها وادراجها والبحث فيها اكتر حتى لا تتسبب في اي ظلم، وحتى تتسبب او حتى يكون هذا القانون هو مدخلا مناسبا لتحقيق العداله الاجتماعيه اللي ما زلنا بننشدها في كل اوجهها حتى الان. هنتكلم ان شاء الله عن قانون الخدمه المدنيه، نسمع اراء حضراتكم في هذا الموضوع، ونتكلم مع ضيوفنا الكرام اللي هم نواب البرلمان. الناس دي هي اللي بتقعد في البرلمان تحضر الجلسات، سواء يتوافقوا او يختلفوا او لا سمح الله يتجادلوا ويتخانقوا، في النهايه ما بنشككش ابدا في لا مع مؤيد ولا مع معارض، وانما بس عايزين نعرف حاله الجدل اللي جايه من قانون الخدمه المدنيه ده سببه ايه. تعالوا نرحب بضيوفنا الكرام، الاستاذ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنه القوى العامله، يا اهلا بيك يا فندم، والاستاذ سياده النائب ضياء الدين داوود عضو لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان، طبعا اهلا بيك وبيكوا يا فندم. سياده النائب وسياده النائب، سياده النائبان، اسمحوا لي نطلع نشوف الاول كده لما نزلنا بالكاميرا امبارح في صباح دريم وسالنا الناس في الشارع عن قانون الخدمه المدنيه، انت معاه ولا مش معاه، انت عارفه اصلا ولا مش عارفه حتى لو كنت موظف، تعالوا مع الناس قالت ايه ونرجع نبدا الحوار. القانون بتاع الخدمه المدنيه اترفض اول مره لان في مشاكل كتير وفي بعض النصوص اللي هي تخالف ما انتهى اليه الموظفين ان هو هيضر بيهم ويضر بمصالحهم. و اللي اتنشر في الجرائد ان اللي اتعرض من الحكومه نفسه هو اللي اترفض في المره الاولانيه. هو اللي عرفوا ان اساسا الموظفين كلهم يعني كفايه بس شكلهم يعني يبقى الواحد متكحرت وكده، لا ويجي قانون يخصم لك من المرتب ويعطل لك المرتب، يعني مبهدل لك حالك، وشايفين ان ده الصح وتقريبا يعني مفيش حاجه صح. القانون يعني في المطلق كده في العموم جيد، نصوصه وبنوده كلها جيدة، في فوائد كتيرة، يعني ياريت يطبق وبأسرع وقت. أنا مش شايف في أي شيء يعني سلبي أبدا ومقتنع به في الحقيقة. قانون جميل جدا بتاع قانون الخدمة المدنية، وده أنا أعتقد بمنتهى الأمانة لازم يراعى طبعا الموظف اللي بيشتغل، نديله حوافز، واللي ما بيشتغلش لابد انه فعلا ما ياخدش حوافز. دوت هيأثر هيخفضوا من الموظفين والعمال، والعمال اصلا هتروح فين يعني حضرتك؟ هتروح فين؟ هتشتغل ايه بعد ما هم اي واحد لما مؤاخذه مدير يتلكك لي ولا يعمل لي اي مشكله خلاص انا بقيت في الشارع، اعمل ايه انا ساعتها؟ القانون ده خلى في الشارع كلام كتير وجدل كتير ان ممكن يكون المديرين المباشرين هيتحكموا في الموظفين، او ان الموظف هيوصل لمرحله ان هو يكون خاضع بشكل كبير جدا لمديره المباشر في انه ما يطبقش عليه القانون بقانون بحذافيره، وانه يكون الموظف المثالي طول السنه، وهيؤدي اكيد يعني لتخفيض عدد كبير جدا لو تنفذ صح، هيؤدي لتخفيض عدد كبير جدا من الموظفين خاصه موظفين الدوله والقطاع العام. انا عايزه ازود الحقيقه على الاراء دي، رايي انا سمعته كذا مره قبل كده من ناس، بس هو يمكن ما صدفتش انه في اي حد من الساده المواطنين عبر عن وجهه النظر دي. ناس كتيره بتقول لك هي الناس اللي رافضه القانون رافضاه ليه بقى؟ انتوا خايفين من ايه؟ هو في فساد ومحسوبيه كان معشش واحنا خايفين نقفل الباب ده ولا ايه؟ دي وجهه نظر ناس تانية على فكره. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها مع ضيوفنا الكرام. هبدا بسياده النائب عبد الفتاح، يا اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بحضرتك. واقفين لغايه فين النهارده بقى يا فندم في القانون؟ يعني احنا واقفين ما زلنا بنتعارك داخل البرلمان على فكره، يعني احنا امبارح انتهينا، يعني طبعا الساده الاعضاء كل واحد ليه راي، وواقفين عند ماده الحقيقه، يعني الاعلام نشر ان خلاص تمت الموافقه على القانون من حيث المبدا،
لا احنا لسه بنناقش القانون ماده ماده، ووقفنا امبارح وتم تاجيل الماده الخاصه بالاجور، يعني اتاجلت امبارح لننتهي الاول بقى، وعندنا مشاكل. بالتاكيد هذا القانون مش هيرضي كل الناس تاكيد يعني، انما في النهايه احنا كنواب جايين بعد ثورتين علينا ان احنا بالفعل نعمل اصلاح اداري للدوله، لان احنا كلنا كمواطنين عانينا في الفترة السابقة في النظامين من أيام السادات لغاية مبارك، وإحنا بنئن من ترهل الجهاز الإداري في الدولة. فبالتالي يعني إحنا محتاجين فعلا لقانون يحد بقى من الفساد والترهل الإداري اللي موجود في الجهاز الإداري للدولة. المواطن وإحنا كلنا نعلم يعني لما بيروح بيعمل خدمة ياخد خدمة من اي يعني منطقه في الجهاز الاداري بيلاقي في فساد وبيروقراطيه مقصوده وعدم بقى يعني مراعاه تعطيل مصالح المواطنين. في النهايه في النهايه انا ما سيبش ده بقى، يعني انا كنائب بمثل الشعب عايز اريح الناس بقى، يعني المساله ما بقتش بس يعني انا انا مكلف ان انا راعي مصالح الموظفين واعمل لهم قانون ما نقص مليم واحد من حقهم، بس ينظم لي العمل داخل الجهاز الإداري ويؤدي خدمة للمواطن. فلسفة القانون بتقول كده، إنما مش يعني مش كل شيء يعني اللي طلع قبل كده. إحنا رفضنا هذا القانون في البرلمان، يعني غالبية البرلمان السادة الأعضاء رفضوا القانون. رفضوا القانون ليه؟ لأن كان فيه فعلا إجحاف بالنسبة للموظفين. طيب تسمح لي بقى لما نيجي على جزئية رفض قانون انطلق يعني انطلق في الحوار إلى سيادة النائب ضياء الدين، بجدد الترحيب بيك مرة تانية. رفضنا قانون ليه قبل كده وما زلنا عندنا تحفظات أو اعتراضات ليه على القانون دلوقتي حتى بعد ما تمت فيه إدخال بعض التعديلات عليه؟ لا تمرير القانون في هذا الوقت، هو كان قرار بقانون صادر من رئيس الجمهورية وعرضه على البرلمان كان أمر متعلق بشأن دستوري بعرض كل القرارات بقوانين خلال 15 اليوم الأولى لإنعقاد البرلمان، ومن ثم كان يتعين أن كل القوانين مع برلمان جاء بعد ثورة كبيرة في موجتيه 25 يناير وفي 30 يونيو أن يأتي ملبيا لكل طموحات المصريين. وأنا بتفق مع حضرتك في المقدمة اللي حضرتك اتكلمتي عنها بأن هذا القانون يمس 6 مليون موظف، هم 6 مليون موظف هم يزيد عن 30 مليون مواطن طبعا، يعني ومن ثم تلت الشعب المصري متعلق بهذا القانون بالزبط. ومن ثم دراسة القانون الدراسة المتأنية رفضوا في المرحلة الأولى لأنه لم يكن ملبيا الكل القاسي والداني الشعب كله. سيادة النائب وإحنا بنتكلم دلوقتي بس هنروح سريعا نشوف استقبال رئيس الوزراء والسيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وعدد كبير جدا أو تقريبا كل قيادات الشرطة. خلونا نرجع مرة أخرى إلى موضوعنا وقانون الخدمة المدنية، وحابة جدا الحقيقة في الجزء ده بقى من الحوار ننتقل مباشرة إلى نقاط أبرز نقاط الخلاف، النقاط اللي كان عليها الجدل والخلاف. بس خلوني في الأول الحقيقة معلش أنا بعتذر لضيوفي الكرام، دي لقطة بديعة أثرت فينا كلنا كمصريين الحقيقة، النقيب محمود الكومي أحد يعني أبطالنا في الشرطة المصرية اللي ضحى بروحه وكانت اللي عنده إصابة كبيرة جدا فقد على إثرها قدميه الاثنين وسافر بره وعمل العمليات ورجع، والحقيقة أنه تم استقباله بشكل حر جدا من الشعب قبل ما يكون من قيادات الشرطة ومن المسؤولين في البلد. النقيب محمود الكومي بطل جديد من أبطالنا في الشرطة المصرية، ربنا يدي لك الصحة يا رب. ضيوف الكرام بجدد الترحيب، سيادة النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح وسيادة النائب ضياء الدين داود، أبرز نقاط الخلاف. خلينا نحيي مع حضرتك الشرطة في هذا اليوم ونوصل لها رسالة بكل تأكيد أنه لا دولة بلا أمن ولا دولة بلا عدالة ولا دولة بلا تطبيق القانون. وشايفين ان احنا في مرحلة رفعنا فيها كلنا شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، عندنا معركة في قوى امام قوى الشر ومعركة في التنمية،
ومعركة التنمية أساسها العدالة، ومعركة العدالة أساسها دولة سيادة القانون، ودولة سيادة القانون أساسه أن يبقى عندك برلمان حقيقي معبر عن آمال وطموحات المصريين. ولا يجب أن يكون إنتاج البرلمان بيتقاطع مع أمل وطموح المصريين فيتبدد الأمل والطموح، فنوسع الهوة ما بين برلمان وبين شعب كلف هذا البرلمان. فلذلك لما بنيجي نتفق أو نختلف على نصوص، هي ليست اختلافات شخصية، هي تباينات في وجهات نظر أساسها الانحياز. أساسها الانحياز ليس تحت مبدأ التخوين، ولكن تحت أساس أصيل بأنه كل منا يحمل تكليف من هذا الشعب بأن يأتي هذا الإنتاج التشريعي والرقابي لمصلحته. كلام ممتاز وحقيقة فعلا، مش كلام. نسقط كل ده على قانون الخدمة المدنية. ليه بقى؟ لأن المواطن في نهاية 6 مليون موظف، اللي هو تقريبا بنعبر زي ما حضرتك قلت عن 30 مليون مواطن تقريبا، في النهاية هيقول لك ماليش دعوة تتفقوا أو تختلفوا، ليه دعوة إن أنا عايز حقوقي والعدالة الاجتماعية. صحيح. التباينات وفقا لمراكز المصلحة حتى في الهيكل الوظيفي بتبين بتختلف في وجهات نظر بعض الناس، لأن أنا اتكلمت قبل كده بإن قلت كل واحد شايف مصر من شباكه، اللي كان متعين بثانوية عامة وشايف ان هو حصل على البكالوريوس او الليسانس اثناء العمل، شايف ان المادة الخاصة بالتسويات هي اهم مادة في هذا القانون. اللي عايز ياخد فرصة في العدالة للتوقيع، عايز قواعد عادلة للتوقيع عشان يحصل على حق حجب عنه لسنوات. كل واحد فينا دايما شايف مصر من شباكه. اللي عايز اوضاع اقتصادية ينخفض فيها سعر الدولار علشان يبقى فيه فسحة ومكنة بالنسبة له انه يشتغل ويستثمر، هي دي مصر بالنسبة له. اللي عايش في بيئة غير نظيفة ومشربش كوباية مية، لما يشرب كوباية المية هيحس ان مصر اتغيرت. فلذلك احنا بنشتغلش على خط واحد. اللي بيمرض او ابنه بيمرض ما بيعرفش يديله العلاج الصحي، مش مكان في مستشفى ولا يلاقي سرير في عناية دلوقتي. وانا قاعد مع حضرتك قبل ما ادخل الاستوديو، جاي مواطن من دمياط ابنه بنته عندها تحلل في مكونات الدم، وبندور على مكان في مستشفى الدمرداش. هي ده امله في حياته، انه يلاقي عشان يشعر برجولته، عشان يشعر انه انسان وقام بواجبه، وفي النهايه امر الله نافذ على كل الناس. في النهايه نرجع لقانوننا مره تانية، عندنا عده مشاكل رئيسيه داخل هذا القانون. احنا بندعو المجلس ان ينحاز انحياز واضح لاحتياجات الناس، عشان يطلع في النهاية منتج يتوافق عليه الجميع، معترضين عليه ليس تحت الضغط، معترضين عليه. احنا عندنا عدة اعتقادات أساسية. أبرز كان القضايا أبرز هذه التسويات، القضايا أثيرت امبارح، المادة 23 المتعلقة بالتسويات، واللي هيستكمل العمل على أساسها في المادة 75. لأنه المادة كمان 37 المتعلقة بالعلاوة الدورية استغرقت مننا أكتر من ساعتين في جلسة امبارح، لأن بكل وضوح إما أن الأجر بتاعك هيتآكل سنة ورا سنة إن ما رعيناش أن يكون في ضوابط موجودة. الحكومة قدمت مشروعها ب5% زيادة في العلاوة الدورية بالضغط ومجهود الزيادة الزملاء النواب، ومحسوبة على أساس الأجر الوظيفي وفقط، بضغط السادة النواب على الحكومة داخل اللجنة وصل ل7%. القاعة بتطلب 10، وأنا تقدمت بطلب تعديل امبارح أعلى من هذا وذلك. أنا طلبت برقم يحدده البرلمان سنويا يتناسب مع حجم الرقم المعلن عن التضخم عن هذا العام المالي. طيب اسمح لي هنا هتوجه بسؤال الأستاذ عبد الفتاح. حضرتك كنت بالأمس معنا على الهاتف في صباح دريم بخصوص موضوع الأجور، اللي عجبني مصطلح سيادة النائب ضياء الدين إنها بتتآكل يوم بعد يوم، وكلمت مع حضرتك على غلاء الأسعار. وأسكن حضرتك قلت لي إنه الدولة بتواجه غلاء الأسعار عن طريق منافذ المجمعات الاستهلاكية أو منافذ القوات المسلحة أو غيره. ده هذا لا يكفي بالضبط، هذا حل. لا يكفي طيب بتكلموا أنتوا إزاي حضرتك كمؤيد لهذا القانون، بتشوف إزاي إنه ممكن تحصل نسبة وتناسب إنه أوقف عندي زيادة الأسعار أو أحكمها أو أسيطر عليها مقابل الأجر اللي فعلا ما بيزيدش زيادة كافية؟ تمام. اسمحي لي الأول يعني أتقدم بالتحية لرجال الشرطة، بضيف طبعا ويعني اللي قاله الزميل المحترم ضياء الدين داود، يعني المصابين وشهداء الشرطة وشهداء الجيش والشرطة وشهداء الشعب المصري كله اللي ماتوا دفاعا عن هذا الوطن، أنا بقدم لهم كل التحية الحقيقة. يعني هندخل في الموضوع، يعني احنا موضوع الأسعار
احنا طبعا حسينا بالتضخم اللي حصل، وللأسف الشديد مبارك قدم لنا مشاكل احنا كلنا بنعاني منها النهاردة، منها الشركات اللي تم إغلاقها وهدمها وبحها والخصخصة اللي حصلت والتخريب اللي حصل ده أدى في النهاية ان احنا ما عندناش للأسف الشديد إيرادات ولا إنتاج ولا تصدير. لازم نعترف ان احنا عندنا مشكلة اقتصادية كلنا بنقن منها الآن. مشكلة التضخم والأسعار والمنافذ اللي أنا اتكلمت عنها امبارح في المداخلة، بالتأكيد احنا عندنا مشكلة حتى في الموازنة العامة الجديدة. زي ما أنا قلت عندنا ما يقرب من 318 مليار عجز في الموازنة. ما هو أنا كمان دي الجديدة لسه مش الحالية. الجديدة يا فندم لما نيجي احنا حضرتك، يعني احنا كنواب بنمثل الشعب كله مش بنمثل فئة بعينها، لازم أبص للوعاء اللي أنا باخد منه أدي. إذا كان عندي فائض بدي. أنا عارف إن دي مش مسؤولية المواطن ولا مسؤولية الموظف، دي مسؤولية الحكومة، وعشان كده إحنا بنضغط كبرلمان على الحكومة إنها تزود في العلاوة. يعني إحنا في اللجنة بس حضرتك كنت موافق إن هي تبقى 7% يا فندم. ما إحنا هي ما زادتش 7%. بص شوف حضرتك، لا ده أنا قلت في اللجنة أنا عايزها 20%، بس منين؟ هجيب منين؟ نتمنى ولكن ليس أيوة كل الامنيات قابله يعني للتحقيق. انا من عشان حاسس باللي احنا فيه، يعني خلينا واقعيين. ما انا بقول لك انا مسؤول النهارده، بنشارك الحكومه في المسؤوليه. في النهايه لما يبقى عندي عجز فعندي مشكله، لما يبقى عندي فوائد دين كل سنه بتفوق ال 250 مليار فوائد، ده مشكله برضو. فانا النهارده يعني عندنا الازمه اللي احنا بنعيشها دي مخلياني عايز فعلا الموظف ياخد العلاوه نسبه 100%، ومش هتكفي. طب حسمع رد الاستاذ، بس اديني بس فرصه اكمل بعد اذنك. اتفضل. فهنا لما نيجي انا ابص بقى للعلاوه اللي كانت الحكومه مقدماها 5% وانا في اللجنه اخليها 7%. الموضوع دلوقتي داخل الجلسه العامه. امبارح الساده الزملاء كتير منهم طلبوا 10% زياده العلاوه الى 10%. يعني وانا بتمنى ان الحكومه توافق ان تبقى العلاوه بالفعل 10%، لكن وصلتوا يعني 7%. لا لسه، لا اللجنه الماده تاجلت. تاجلت لنهايه ما نخلص من المواد الخلافيه. المواد الخلافيه يعني تم ترحيلها، ودي من اهم المواد الحقيقه. موضوع التسويه اللي اتكلم عليه الساده النائب، طب ممكن بس اقف عند التسويه عشان انا معايا اتصالات هاتفيه، بس معلش يا فندم ثانيه واحده برضو الساده المواطنين عايزين يكلموا حضراتكم. يا فندم معايا ام جوزيف. صباح الخير يا ام جوزيف. صباح الخير يا حبيبتي، ازيك يا بنت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. انا بشكرك على امانتك وشجاعتك الموضوع اللي اتكلمت فيه مع في المنيا. تاني حاجه انا عايزه اسال لو سمحت، انا فاضل لي 3 سنين واطلع معاش ومحوشه الاجازات بتاعتي عشان اخدها فلوس في الاخر. يعني بعد 3 سنين تروح عليا وعمر كله شايله فيها؟ الله يخليك. حاضر. خليك يجاوبني على السؤال ده. الله يخليك. حاضر حاضر يا حبيبتي، حالا هرد لك على السؤال ده حبيبتي. تحياتي ليكي. معانا اماني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحت حضرتك، ليه انتوا دايما تقولوا الموظفين مرتشين، مش عارف ما بياخدوا، مش عارف ايه، والقانون ده هيعدل؟ ما فيش الكلام ده حضرتك. احنا بنقول كده يا الشغل من صباح ربنا لحد الساعه 3. اصبري يا اماني، بس اصبري يا اماني. عامل الجماهير ما فيش بعد كده، وبعدين يجي يزودني 50 جنيه في السنه بعد ما اكون عامله حسابي ان هيزيد 300 جنيه، يزودني 50 جنيه وهضيع في الضرايب بتزيد، وهيضيعوا 50 جنيه في الضرايب. لما يكون عندي 3 أولاد في مدارس وعندي التضخم الرهيب دوت، مش عارفين ناكل. انت بتشتغلي فين يا اماني؟ اماني متساويين كلنا، زي الدستور ما بيقول ان المصريين كلهم متساويين في الحقوق والواجبات. بتشتغلي فين يا اماني؟ خارج القانون ده، لو طبقوا القانون ده على كل المصريين احنا موافقين، لكن ما يجوش على ناس معينه وضفحه دم في الشغل وضفحه دم في العيشه ويدوهم 50 جنيه في السنه. 50 جنيه تعمل ايه يا استاذه؟ ما تعملش حاجه خالص يا اماني. انت بتشتغلي فين يا اماني؟ بتشتغلي فين بس؟ بالراحه عليا، اهدي كده. بتشتغلي فين؟ بشتغل في التامينات يا ستي، اللي كل تعاملنا مع الجماهير وكل وجاب لهم حصيله ملايين الجنيهات. والاستاذه طيب. الدكتوره الوزيره ما بتديناش مليم طول السنه.
طول السنه نتحايل عليها تدينا حتى على في المواسم، لا يمكن غير في الاخر خالص بعد سنتين ادتنا كل واحد 500 جنيه على العيد بعد ما شحتنا. احنا شحتنا يا استاذه، هو ده اللي الحكومه بتعمل في الموظفين كده؟ هل ده الجديد اللي احنا واخدينه من الثوره؟ مش معقوله، مش معقوله يا استاذه. طيب انا بشكرك. الموظف بتذلوه ليه كده؟ بدل ما بترفعه من شانه، ده هم بالقانون ده هيزودوا الرشاوي وهيزودوا كل حاجه وحشه. معاش ولا كان اللي يذل اي مصري يا اماني. انا بشكرك على اتصالك، وعايز اقول لك يا حبيبتي انه محدش بيقول ان كل الموظفين مرتشين، ولا حد اصلا يقدر يقول حاجه زي كده، لانه مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنقول انه من ضمن وجهات النظر اللي اتقالت اللي بتقول بتبرر تأييد القانون ده، انه بيقول لك انت لو بتقول لا على القانون يبقى انت خايف انه تطبق المعايير اللي تمنع اي فساد او اي رشوه او الحاجات دي. لكن حياتي محدش يقدر يجمع ابدا يا اماني. بشكرك يا حبيبتي، يعني انا حاسه طبعا بالوجع اللي بتكلمي فيه، 50 جنيه و100 جنيه حتى و500 جنيه يعملوا ايه في السنه. صبره، صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خضره يا اهلا بيك يا حبيبتي. اولا حضرتك اكلمك في اول نقطه، انا دلوقتي جوزي خدم 30 سنه وطلع معاش على 180 جنيه في ايام المبكر. وصلنا دلوقتي لغايه 140 جنيه 1400 جنيه احنا مش عارفين نعيش بيهم. طب هل هي المعاشات دي ملهاش زيادة او لها اي حاجة؟ كان قالوا فلوس المعاشات دي استثمروها برا وخسروها. طب احنا ملناش حل؟ في حل. اشكرك يا خضرة. حاضر حبيبتي، هنرد بخصوص المعاشات. سهى صباح الخير. الو صباح الخير. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحت انا عايز اوجه شكوى للرئيس عبد الفتاح السيسي، لو سمحتي ما تقطعوش عني الخط. بعد اذنك، دلوقتي انا بقالي 4 سنين بابايا متوفي وعايز اعمل بطاقه تامين ومعيشه 50 جنيه وانا مثلا لوحدي مدوخني 7 دوخات. انا دلوقتي المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اللي زي معيشه والله ما قطعنا، والله ما قطعنا عليكي، انت اللي الخط قطع من عندك. بصي يا انا بستاذن يا سهى، انا بستاذنها تجينا مجلس النواب واحنا بقى نجيب لك الوزير بنفسه يعمل لك بطاقتك. لا احنا لان انت ما ينفعش ان انت تشتكي. لا صح كده، بس المواطن السيد والشعب السيد في هذا البلد ما ينفعش انها توصل السغاسيت. لا يعني يمكن ايه؟ احنا مش المفروض تكلم برنامج على الهواء. دي اهم رساله سلبيه، دي اهم رساله سلبيه على فكره، دي اهم رساله سلبيه، ان يبقى المواطن حاسس ان كل الهيكل الاداري اللي موجود في الدوله ده مضطر انه يناشد رئيس الجمهوريه عشان يحصل على بطاقه التمويل، معناها ان احنا راجعين بسرعه للخلف. مش معقوله كده، ما ينفعش. لا هي تجنب بالفعل. طب يا سهى لو سمحتي كلمينا تاني، سيبي بس سيبي مع زمايلي رقم تليفون، واحنا هنسيب لك ارقام تليفونات وبنتعهد ان احنا ننهي لك هذه المشكله. ما تقلقيش يا سهى، والله ما تقلقي ان شاء الله. مين ناخد مين كمان قبل بس ما نرد على الحاجات دي كلها؟ طب يا استاذ محمد صباح الخير. ايوه صباح الخير. اتفضل يا فندم. لو سمحت انا عايز يعني كان اكلم الاستاذ وائل او ممكن انت توصلينا ليه، عشان احنا عندنا حادثه في اسماعيليه، يعني واحد صياد سمك. واحد صياد ايه؟ امان يا استاذه. اه واحد صياد سمك وعمال واخد ابنه معاه وابنه حيلته على 6 بنات، وبيصاد راجل ارزاقي ايده ضابط هو والعسكري. العسكري قال لهم امشوا بعيد كده ادخلوا لجوه، فبيدخلوا لجوه الضابط بيقول له انت بتتحايل عليهم، راح ناتش الاهل منه وراح ضرب العيل اللي حيلت ابوه راح موته وجات. طيب معاني يا استاذه؟ معاك يا محمد معاك. طيب يعني ده عايزين نعرف ده حلال ولا حرام؟ عايزين نعمل لقاء مع الاستاذ وائل او انت تتصرفي لنا في الموضوع ده، توصلينا لاي حد مسؤول في الدوله. هنكلم لك حد في الداخليه. حاضر يا حاج محمد. حاضر. ده ضابط جيش، ضابط جيش العسكري ما رضيش يضرب. هنكلم لك حد. حاضر يا عم محمد. ابعد انت عن الشط امشي ولا جوه كده. هنكلم لك حد يا عم محمد وهم يقعدوا يتكلموا معاك ويسمعوا منك بالظبط ويعرفوا التفاصيل ايه. حاضر يا عم محمد، بس ما تقفلش والنبي سيب رقمك لو سمحت مع زمايلي. معانا حد تاني يا جماعه ولا ناخد بقى ردود الساده النواب على طب ناخد دلوقتي بس بعض الردود قبل ما ناخد اتصالات تانيه. ام جوزيف اول متصله كريمه. حضرتك قلت حاضر عايز تعلق على بدل رصيد الاجازات. بدل رصيد الاجازات يعني القانون يعني حل المشكله. يعني انت عارف الاول كان الموظف بيرفع دعوه في المحكمه عشان يحصل على بدل رصيد الاجازات. النهارده القانون بدون بقى رفع الدعوه وكده، فبتصرف رصيد الاجازات اثناء خروجها على المعاش، يعني قبل ما بتمشي بتاخد حقها.
من رصيد الاجازات. يعني ايا كان يعني طيب. الحقيقه القانون يعني نهى المشكله دي. طيب الست خضرة اللي اتكلمت على المعاشات وتتكلم على زياده المعاشات تقول كان 180 جنيه على المعاش القديم ودلوقتي مش عارفه دي معركه هي كمان لابد ان البرلمان ياخدها بعين الاعتبار لان طبعا يعني الانسان بيعيش على مستوى دخل معين وفجاه يحصل انهيار بعد خروجه لسن التقاعد مع ان مع خروجه لهذه السن بقى مصحوب بامراض وبيبقى مصحوب عيشه كريمه بقى ويتهنى بكل شيء وبمسؤوليات اضافيه يتعين على البرلمان واحنا بنتعهد ونتمنى ان تعهدنا هو تعهد فردي في النهايه ولكن ان هو يلقى قبول لدى الاغلبيه لان وفقا للمعايير الديمقراطيه احنا مش عايزين دايما ان احنا نبقى محطوطين تحت ضغط قله الحيله لانه برلمان وحكومه لابد ان تكون حلول ابداعيه تفكير خارج الصندوق سياسات جديده من شانها وجود تنميه حقيقيه واقتصاد حقيقي يرفع مستوى الدخل بما يلبي طموحات الناس في الزياده لكن النهارده ان احنا قاعدين تحت ضغط عجز الموازنه هو مش عجز في الموازنه هو عجز في تفكيركم انتم كحكومه غير مبدعه لم تستطع ان هي تقدم يعني احنا انا من الناس الذي رفض بيان الحكومه ورفض موازنه الحكومه ضمير لم يسمح لي ان انا اقبل لا هذا ولا ذاك ولكن الديمقراطيه قالت انه البرلمان وافق والحكومه تعهدت باحداث تغييرات جذريه على بيانها وعلى موازنتها بما يلبي احتياجات الناس في حدود الامكانيات المتاحه حدود الامكانيات المتاحه دي ما ينفعش ابائنا وامهاتنا اللي بالمعاشات تظل دخولهم بهذا الشكل المتدني ونمد ايدينا لا يمكن الاسعار عماله يعني بتزيد قوي يا ست حضرتك والشعب المصري شافنا في شهر رمضان وهو شهر خير تحولنا الى حاله من احنا كلنا مدين ايدينا نتيجه المستشفيات محتاجه كل المشاريع محتاجه كل الصناديق محتاجه في ظل ده ما ينفعش ان كل المنتج اللي يبقى خارج من البرلمان بيزود اعباء على المصريين كل قانون بيمرر او بيقدم من الحكومه لا بتفضل رسم انا هنا بس انا مش عايز اروح لحته تانية بس مهتم قوي ان انا اسال حضراتكم برضو انا ليا فاكر ما هي انا عشان كده حافظه في الحته دي انا سؤال طب يعني في ناس برضو بتقول لك ان احنا عندنا سياسات نقديه خاطئه يا فندم طبعا ونحن طبعا برضو طبعا يعني يعني عندنا حقيقة. سياسات نقديه لا تشجع استثمار ولا 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 من شانها ان هي بتبحث الطرق المناسبه لضخ العمله الصعبه عندنا يعني السجاير مثلا انا ليه كنت بسال على موضوع السجاير من شويه ان اذا كانت هتزيد ولا لا لان في مثلا وجهه نظر تانية من اتحاد الغرف التجاريه بيقول لك لو هتزود السجاير يبقى انت اولى بقى انك تعمل الزياده على مستورد كمان عشان تشجع المحل بتاعك طب انا اتكلم بس عشان اطمن بس انت عندك قانون ضريبه القيمه المضافه لو دخل ده كارثي هو كمان معاش. وهي الحكومه حاطه في اعتبارها ان هو يسد جزء من عجز الموازنه عن هذا العام المالي تفكير كله جبائي 35 مليار جنيه خلال سنه تفكير لو طبقنا من لو طبقنا قانون القيمه المضافه لا يمكن ده مش تفكير ده تفكير عاجز ان تتحول الى دوله وحكومه جبايه ده لن يبقي ولن يظهر طيب مش بيقول لك ان في بلاد زي اليونان مثلا في سنه من السنين عملت كده وفرضت ضرائب اضافيه على الشعب للخروج وافلست اليونان هم يعني النماذج الطيبه ديت يعني ما يجيبوا لنا نماذج اكثر اشراقا طيب سياده النائب ليك تعليق اطمن بس السيده المحترمه اقول لها ان يعني احنا في لجنه القوى العامله اتعرض علينا طبعا العلاوه الخاصه باصحاب المعاشات و يعني هي طبعا في قرار من السيد الرئيس بزياده المعاشات ل 10% فاحنا كنا بنطالب كمان بزيادتها الى 15% فاحنا طالبنا الحكومه كانت موجوده معانا في اللجنه على اساس تقدم لنا مشروع قانون جديد خاص باصحاب المعاشات احنا عارفين ان في ما يقرب من 600 مليار جنيه مصري طبعا دي اموال اصحاب المعاشات للأسف الشديد احنا مش عارفين هي فيه لغاية دلوقتي وسألنا الحكومة عنها الحقيقة فان شاء الله احنا لو خدنا كأصحاب معاشات جاوبت الحكومة نعم جاوبت ولا هي كمان مش عارفة لا لا ما فيش إجابة واضحة بس يعني خلينا نتكلم بصراحة مفيش إجابة واضحة ليه للأسف انت عارفة يوسف بطرس غالي وأعوانه يعني دي كانت شلة يعني للأسف الشديد بتعمل لمصالحها الخاصة انما احنا بنحمل الحكومة الحالية مسؤولية أموال التأمينات بالتأكيد هي مسؤولة أمامنا دلوقتي احنا ما لناش علاقة بقى بالحكومات السابقة احنا بنحاسب الحكومة الحالية طيب. فأنا بطمن السيدة المحترمة بقول لها أن بإذن الله في القريب العاجل احنا طالبنا سرعة في إصدار قانون جديد خاص بأصحاب المعاشات هتقدمه الحكومة وإذا الحكومة
وده الكلام اللي احنا قلناه في اللجنه. ما قدمتش قانون مشروع قانون احنا كنواب هنعمل مشروع قانون. هيبقى السؤال يا فندم هنجيب منين؟ ما هو شوفي حضرتك لسه انا والسيد النائب المحترم الاستاذ ضياء بنتكلم خارج يعني احنا قبل ما نطلع الهواء على طول كنا بنتكلم في لا في عندنا لو الحكومه بتفكر بشكل جيد لمصلحه هذا الوطن والشعب يعني هتلاقي في عندها حلول. يعني احنا لو بس المباني اللي اتبنت بعد يناير دي لو اتاخد تم تقنين اوضحها واتاخد عن كل وحده سكنيه بس 1000 جنيه شوف كم مليار جنيه هيدخل للموازنه العامه للدوله. طيب التكاتك اللي موجوده في البلد دي ما في لو حلول اترخصت لو اترخصت وخدنا عن كل توك توك 100 جنيه بس شوفي هتدخل يا فندم يعني لو طبقنا بسيطة. قانون بتاع قوانين عندنا المرور غير يا فندم يعني. لو طبقنا حاجات البسيطه بقى دي لو طبقنا قوانين المرور بجد وكل امين شرطه ظبط مخالفه فعلا حصل منها المخالفه ثمن حصل ثمن المخالفه هيدخل ايرادات قد كده خاصه تروح وزاره الماليه في النهايه على فكره مش وزاره الداخليه يعني برضو على قانون المرور احنا احيانا بنعتبر ان القانون بيطبق في غير سياق سياق ان انا اوفر الامور والاشتراطات عشان القانون انت بتخالف بانك بتركن غلط هو انت عملت باركينج لا طب ما طبيعي صح. ان الناس هتخالف مسؤوليه صح. انت ما عملتش طريق ماشي كويس وعايزني امشي رابط الحزام هو انت عملت لي طريق تطبيق القانون له شروط وله ضوابط ما احنا بنعاني بقى من تركه سنين طويله ما احنا عارفين الكلام ده كلنا مش عايزين نغرق نفسنا في التفكير في الماضي اكثر من هذا عايزين ننطلق الى الامام ولكن بس نبدا بقى نصلح نفسنا بقى ما يبقاش عنا على جيب المصريين ان احنا نمد ايدنا وناخد مش هنفضل قاعدين عشان برضو انا كلمتي ما تتفهمش غلط مش هنفضل برضو قاعدين بنقول احنا قدامنا علينا تركه وعلينا مسؤوليه نبدا من دلوقتي وكان المفروض نبدا من سنه ومن سنتين ومن ثلاثه فاتوا كمان احنا بدانا بالفعل خلي بالك طيب خلينا ناخد مجموعه اتصالات يا استاذه عدليه ايوه صباح الخير يا حبيبتي اتفضلي صباح الفل يا حبيبتي صباح الخير عليكي وعلى ضيوفك يا حبيبتي وعليكي اتفضلي انا طالعه معاه الشهر 4 هو بيقول حضرته النائب اللي قاعد بيقول انا بياخدوا الاجازات انا مش شهر 4 لغايه دلوقتي مش راضيين بتوع حسابات طلعوا لي رصيد الاجازات نفسها يعني اشتغلي فين يا مدام عدليه منطقه منشيه ناصر منطقه منشيه ناصر زمايلي خدوا اللي طالع شهر 3 خد واللي طالع شهر 2 خد وانا شهر 4 ما رضيش ابدا من حساباتي طلع لي ابدا يقول لي مفيش قانون يسمح بكده مفيش لا قانون ولا انا قلت يمكن عندك فيه اجراءات او ورقك ناقص حاجه او في مشكله ابدا انا من المنطقه طلعوا لي الاجازات بتاعتي انت تبع ايه بتشتغلي ايه تامينات ولا ايه رفعت دي قضيه بتشتغلي ايه تامينات ولا بتشتغلي ايه لا تمريض تمريض التمريض يعني دي حاجه مش هنقدر نرد عليكي فيها الحقيقه مدام عدليه لا لازم نبقى هي هنا عندك ثواني هنا ممكن يكون نتيجه ان طبعا احنا المرحله اللي فاتت دي يعني كنا ماشيين كده بشكل غريب جدا احنا الغينا القانون 18 فظل القانون 18 بالمخالفه كده بيشغلوه جزء من ضبط اطار العمل كان على القانون 18 وجزء على القانون 47 بحاجات كده اداريا وماليا بيشتغل على قانون اداريا وبيشتغل على قانون ماليا فهو طبعا ممكن يكون رئيس الوحده مش قادر ان هو يوفي لها اوضاح قرار ولكن ما ينفعش بقى مستقبلا بعد ما يقر هذا القانون انه وانت بتطالب برصيد الاجازات تضطر انك ترفع دعوه لا ما ينفعش طبعا ما عادش ينفع بس في ناس بتقول ان ينفع وتمشي الدعوه تاخد مسارها القضائي الطبيعي جدا انت ارهقت مجلس الدوله يا فندم ده القانون بيسمح لك انك تبقى رافع قضيه على المكان اللي بتشتغل فيه وانت ما زلت بتشتغل فيه ومقاضيه لا لا مش شغال فيه وتاخد مرتبك الفكره ان ده حق ليك ان انت تاخده بدون رفع دعوه انا برفع دعوه ليه هو انت بتنازعني هو انت بتقول ان مش ليا ده حقي رصيد اجازات المتجمد لديك فلوس انت اخدها مني عينها لي مفروض اول مطلوبها منك بعد ما طلعت الدهاني انت ليه علشان تعطلني توديني الاول اروح لجنه فض منازعات وبعدين من لجنه فض منازعات على المحكمه وبعدين استلم صوره تنفيذيه ويجي الواحد محامي زي حالاتي وياخد منك كمان مشاكل في الجهاز الاداري بالطريقه دي اشمعنى مصر اللي عندنا هذا الكم من دور المجلس والبيروقراطيه بقى تنفيذ القانون يعني انا معلش مش هعمل قانون واسيبه انا بحمل نفس المسؤوليه من دلوقتي بمتابعه تنفيذ هذا القانون يعني المساله بس انا مش هقعد اقول في الاعلام ان بس الحكومه هي المسؤوله ولا انا كمان مسؤول جزء مسؤول امام المواطن وامام ضميري كمان فانا بالتالي بعمل قانون لازم اتابع تنفيذه طيب يا ام محمد صباح الخير الو صباح الخير اتفضلي يا حبيبتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي اهلا
انا عايزه اكلم حضرتك بس بخصوص حاجه، بس مش في يعني مش في نطاق الموضوع اللي انت بتتكلموا فيه. طيب اتفضلي سريعا يا ام محمد. نعم اتفضلي سريعا عشان احنا بنتكلم في فقره محدده بس اتفضلي. ماشي يا فندم. انا دلوقتي معلش انا بنتي بتموت قدامي كل يوم بسبب التنسيق اللي هو بتاع القاهره، اني طبعا هي جايبه 212 وهم علوه جدا ل 230، وفي نفس الوقت انا بوجه رساله للسيد الرئيس السيسي ووزير التربيه والتعليم، بقول حرام عليك، احنا امكانياتنا مش هتساعد ان احنا ندخل مدارس خاصه، ولا بنتي ما بتاكلش ولا بتشرب. طب اهدي بس ام محمد، انا عايزاكي تهدي بس، انت بنوتك طبعا اعداديه مش كده؟ لان ثانويه لسه. طيب جايب 212، ايه المشكله؟ 212 وانا مش قادره اقول لحضرتك ان هم لحد السنه اللي فاتت كانوا بياخدوا حد ادنى 200، وهي جابت الكتب بتاعه سنه اولى سنه وقعدت تذاكر فيها وحطت في دماغها خلاص. قبول في الثانوي العام كام ان شاء الله داخله؟ لا ما على كل منطقه بقول لك 112. انت قبول في الثانوي العام كام دلوقتي يا محمد؟ عندهم 212، عندنا في القاهره 230 ونزلوها ل 225 وهي بنتها جايبه 212، وفي الجيزه من 200. يعني هم دلوقتي حتى ازاي ان يبقى اللي جايب فوق 200 في القاهره ما يخشش، واللي جايب اقل واللي جايب 200 في الجيزه يخش؟ انا والدتي من الجيزه، حبيت ان انا ادخلها هناك رفضوا، قالوا لي لازم تقدمي في الجهه الاداره اللي تابعه ليك الاول. فانا طبعا يعني انتم يعني هم بيرحموش ومش مخلين رحمه ربنا تنزل، طب احنا نعمل ايه؟ واحده زي بنتي والدها اصلا حلف ان هي ما تخشش حاجه من قبل ما يعرف التنسيق غير ثانوي، وهي كده مستقبلها ضاع. انا مش عارفه اعمل ايه، انا بقول ايه رسالتي للسيد الرئيس؟ انا مش عارفه هل بيكون مثلا في رأفه في الحالات اللي زي كده او تعامل معاها بما ان احنا بنتكلم بس ده تنسيق مع محافظه كلها. اصل لو عملوا اكسبشن واحد استثناء واحد هيتعمل ده في من ضمن برضه حضرتك برضه، واحنا بنرفض الموازنه. لما تيجي تتلاعب في الارقام اللي انت بتقدمها في موازنه التعليم هي رايحه فين؟ اولا 80% من اي موازنه رايحه بتروح على هيكل اجور المرتبات، يعني انت بتعمل تنميه حقيقيه داخل القطاع ده او داخل الخدمه دي ب 20% من قيمه المقدر ليه. لما تيجي تتلاعب في ده وتجيب بنود وتضيفها على موازنه الصحه او على موازنه التعليم تحت مثلا بقى بند انك هتطور هتشتري اجهزه تعمل اي حاجه، لما تيجي تعمل ده معناه انك مش هتبني مدرسه. ما هو لو اتبنى 20 30 مدرسه هتستوعب كل الاعداد دي، فتنزل بالتنسيق لارقام ادنى واقل، لان ده حق للناس. ثانوي احنا بنتكلم في رياض الاطفال، لما تيجي تكلمي في رياض الاطفال ان بقى اعجاز انك تدخل ابنك في سن ان يوصل التنسيق في بعض المناطق الى 5 و7، ابنك يدخل كي جي 1 عنده 5 سنين و7 شهور اللي هو المفروض بعد 3 شهور وهو عنده 6 سنين يكون في التعليم الاساسي اللي هو في سنه اولى ابتدائي، توصل ان انت تدخل الطفل اولى ابتدائي عنده 7 سنين. ام محمد انا بس اللي هقوله لك انه اتمنى لو ما كنتيش سبتي رقمك تسيبي رقمك، انا ما اقدرش اوعدك ان في حاجه نقدر نعملها يا ام محمد للاسف، مش هقدر اقول لك يعني احنا هنسال اذا كان في حاجه ممكن تتعمل، بس انا ما اعتقدش لان ده زي ما ضيوفي حتى قالوا ده تنسيق، فيعني انا بعتذر جدا. يكون في متسع في مديريه اخرى هي مش تابعه ليها في الجيزه، يعني هي تقدم في مكان تاني يكون اخذ تنسيق اقل يتناسب معاها. حاولي تعملي ده وشيلي بس من بالك فكره ان بنتك مستقبلها ضاع وكده، يعني ارحمي نفسك وارحميها معاكي. مكتب الوزير يكون سامع الاتصال التليفوني ويلبي احتياجات الناس. اتمنى يا رب ان شاء الله. امال صباح الخير يا استاذه امال. صباح النور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي قانون الخدمه المدنيه، انا عايز اعرف انا دلوقتي معلمه بتعامل دلوقتي قانون الخدمه المدنيه ولا قانون 47 ولا قانون الكادر ولا قانون 47؟ في قانون الخدمه المدنيه قبل ما يتلغى بشهر 2 قالوا معلمين غير مطبق عليهم قانون الخدمه المدنيه، ومع ذلك احنا بنتحاسب لحد النهارده في 2016 باساسي 2014 في المرتبات في المكافئات في الحوافز في كل حاجه، فازاي انا في 2016 داخله على 2017 واتعامل في مرتبي على 30/6/2014 بدل مكافئتي ما بتزيد قلت 1000 جنيه، بدل مرتبي بيزيد ثابت من 2014؟ حد يقول كده بالله عليك؟ هي بتتعامل. انا بشكرك. اتفضلي قولي حاجه اخيره اتفضلي. المدنيه هيدخل فيه المعلمين ولا مش هيدخل؟ مش هيدخل، انا هتعامل بالقانون الكادر اللي بيقول ان انا هزيد
كل سنة ومكافئتي هتزيد كل سنة مش هتقل. أنا بشكرك. من السادة الأعضاء حالا هتسمعي الرد. ممكن ناخد اتصال وبعدين نرد على الاثنين مع بعض. أستاذ عبد الرحيم صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا. والله أنا في المعاش بعد خدمة 47 سنة طلعت معاش، عيني وجعاني، أي واحدة بشوف بيها والتانية ما بشوفش فيها. معاشك كام يا أستاذ عبد الرحيم لو تسمح لي أسألك؟ يعني 1800. أعمل إيه أنا الوقت في عينيا دي؟ أنت ما عندكش تأمين صحي أو حاجة؟ ليا تأمين صحي، بروح التأمين الصحي بدوني أطرة وما فيش غير أطرة وخلاص على كده، أعمل إيه؟ أنت ساكن فين؟ يعني دايرتك إيه؟ في ورق العرب. ورق العرب؟ آه. في الجيزة يعني؟ في الشارع القومية، شارع عزيز بكر نمرة 7. وعناية وجعان، يعني أنا أعمل إيه؟ اشتري علاج على كنت على حساب. طب ما هو انت كده لازم يا استاذ عبد الرحيم هقول لك انا، بس انت كده في التامين الصحي لازم تروح لهم وقول لهم يا جماعه انتوا عمالين تدوا لي نفس القطره ما بتعملش حاجه وانا لسه عينيا بتوجعني، اصل طالما عندك تامين فخلاص. هي الفكره بس انه دكتور بقى يبقى عنده ضمير يكشف عليك عشان يديلك العلاج الصح. والله يا استاذه بروح لهم اديني قطره اللي هي ضغط العين وخلاص على كده، باخدها لما واخد عيني انا ما بشوفش خالص بقى قفل عيني. ما هو غالبا ما عندوش في الصيدليه بتاعت التامين ولا لقطك. طيب بص يا حاج عبد الرحيم، معلش هتروح تاني للتامين الصحي وهتقول لهم تاني كده بالراحه انا عايز اشوف الدكتور، قول له يا دكتور كتبت لي على القطره دي كذا مره قبل كده ووجع عينيا لسه زي ما هو، هو محتاج عمليه يعني. لو محتاج عمل هو مش عارف، هو بيروح يدوله القطره دي ويروح بيها برده عينيه وجعاه. لو ما وصلتش لنتيجه معاهم كلمنا في صباح دريم تاني واحنا ان شاء الله هنحاول نوصلك بحد في التامين الصحي ان شاء الله. انا بشكرك. مين يحيى؟ استاذ يحيى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك من تلبانه مركز المنصور. اهلا بيك. ربنا يبارك فيك يا رب وفي ضيوفك الكرام. يا رب امين. انا حضرتك بنتي معلمه ابتدائي من سنه 2006 بتركب ثلاث مراكز ثمان مواصلات كل يوم 11 سنه، وخدت موافقه نقل من 2009 من المحافظ، وكل شويه المحافظ يتغير يتلغى الورق يتلغى في قرار الورق. في قرار طلع امبارح يا استاذ يحيى، انا قريان امبارح في النشره، في قرار معلمات المغتربات خلاص هيرجعوا محافظاتهم. 30000 حضرتك، 30000 اللي اتنقلوا في سنه واحده، وفي بنت بس دخلوا عليها الطلبه اتنقلت في ليله واحده. انا بقالي 11 سنه، تخيلي بتركب 8 مواصلات وبتصرف اكتر من 3 ارباع مرتبها، و11 سنة مش عارفين مديرية التربية والتعليم في المنصورة ولا المحافظة ان هي تنقلها. 11 سنة احتكاك وتحرش وتعرف الطلاق من جوزها اكتر من مرة، بتطلع الفجر ما بترجعش الا اخر النهار. بقول لك ايه يا استاذ يحيى، هي ساكنة فين ومدرستها فين؟ ساكنة حضرتك في تلبانة مركز المنصورة وبتسافر نبروه. إدارة نبراو التعليمية بتركب من منصورة لصندوق ومن صندوق لطلخة ومن طلخة لنبراو، بتركب مواصلة من نبراو للمدرسة. ده قرار المحافظ مع وكيل الوزارة. قرار يعني يروح المحافظة يقدم طلب وكيل الوزارة. طيب هتروح المحافظة عندك تقدم طلب يا أستاذ يحيى، لأنه أنا ضيوفي الكرام قالوا لي إنه بنتك مش هتدخل ضمن ال 30000 القرار، لأن هي تعتبر في نفس المحافظة، هي ما تعتبرش متغربة كده. السادة الزملاء الأفاضل كلهم نواب الأهلية، سيد نائب أحمد الشرقاوي، سيد نبيل الجمل، سيد وحيد أورقور، كلهم نواب أفاضل. أي حد منهم إن شاء الله تتواصل معاه، ولو جيت لنا هنا او مكاتبهم مفتوحه في الاهليه، لو قابلت اي حد منهم يعني يسهلك هذا الامر ان شاء الله مع سيد وكيل وزاره او سيد محافظ الاهليه. بشكركم والله جزيل الشكر. الناس ما بتصدق والله، تلاقي نواب البرلمان بيكلموك وياخدوا رايكم وبتاع، كتر خيركم والله. احنا بنخدم الناس واحنا تحت امر الناس. انا عارف. عايز اسالك بس على الحاله اللي جات لك دي بخصوص اللي في دمياط اللي قلت عليها دي، اللي عند بنته احنا عند بحصلك عليها. طبعا. بس بعد ما ناخد اتصالات. استاذ محمد، انا بس استاذه امال اللي نسيت سؤالها كان ايه، حد فاكره عشان وقتها ارد؟ سؤال مين؟ استاذه امال اللي اتصلت كان سؤالها عايزه ايه؟ لو يا شباب حد او استاذ امال لو سمعانا معلش اتصلي تاني، انا اسفه حقك عليا ما كتبتش النقطه بتاعتك. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. دلوقتي حضرتك انا من مدغامر. تمام ماشي حضرتك، وعايز ابني مش عارف اطلع تصريح مباني. ايوه
دلوقتي حضرتك كل ما اروح الوحده المحليه عايز تبني ايه؟ عايز ارض زراعيه ولا تصريح مباني ايه؟ مباني مش عارف اطلعه. كل ما نروح الوحده المحليه اقول لك المحافظ هو اللي معطل، رئيس مجلس مدينه مدمر اللي معطل. اراضي صناعيه ولا ارض داخل الكردون ولا خارج الكردون المدينه او القريه؟ الاراضي ايه؟ زراعيه ولا ايه يا استاذ محمد؟ زراعيه. لا امال ايه؟ داخل الكردون يعني؟ كردون مباني. كردون مباني؟ طب ايه المانع؟ ما حضرتك يعني حضرتك لو رحت لاي مباني حي عمرامي. حضرتك يا فندم ايوه يا بيه داخل الكردون المباني حضرتك قانون البناء والهدم الموحد اذا تقدمت باوراق مستوفاه للوحده المحليه ولم يصدر تقييس خلال 30 يوم انذر الوحده المحليه بانها تقاعست عن اصدار تقييس وبتبدا في اعمال البناء مباشره. طالما ان اوراقك مستوفاه وفقا للقانون 119 ولا يوجد عندك مخالفه انت بتخطرها وخلال 30 يوم بانها تقاعست وامتنعت عن اصدار هذا الترخيص وتستطيع ان انت تبدا اعمال البناء وسمتك الهندسيه مظبوطه المنطقه داخل الكردون داخل الحيز كل الامور مستوفاه ما عندكش مخالفه ما فيش اي مانع من الموانع ملتزم بخط البناء وبحد البناء كل هذه الامور تخطر الوحده المحليه بكتاب مسجل او بانذار رسمي على يد محضر وتبدا اعمال البناء. بشكرك جزيل الشكر استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك محمود حياده من التالي الكبير مجلس مدينه التالي الكبير. من فين يا فندم؟ التالي الكبير. التالي الكبير اهلا بيك اتفضل. انا شغال انا طالع معاش من يوم 17/12. حاول تتصل بينا مره تانية استاذ شريف صباح الخير. ايوه صباح الخير. اتفضل. لو سمحت انا عايز اتكلم على حاجه بالنسبه للقانون الخدمه المدنيه. اتفضل. حضرتك بالنسبه للمؤهلات العليا اللي احنا حاصلين عليها هل ليها تسويه ولا ملهاش تسويه؟ بالنسبه للقانون الجديد الخدمه الوطنيه. طب سياده النائب عبد الفتاح هيرد عليك اتفضل. لا طبعا ليك تسويه وحتى كل الحاصلين على مؤهلات اثناء الخدمه لهم انهم يساووا لغايه سنه 2018. يعني تبدا تعمل طيب. اجراءات التسويه خلاص. عايزين نرجع بقى تاني لنقاط الخلاف، حضرتك اتكلمت على التسويات. تمام. صح كده؟ باقي النقطه الاخيره اللي هي يعني هتبقى محوريه اللي هي الماده 75 ودي ماده مستحدثه اللي بتقول يجوز للسلطه المختصه لمده 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون. والحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمه في الوظائف الخليه اولا يجوز ده امر جوازي يعني يعمل بيه ما عملش بيه يكون لما بيبقى فيه التزام بنقول تلتزم مفيش اجبار صحيح صحيح. بس فهنا هنا خطا جسيم هحط انا بقى المعايير ونرجع بقى تاني للدائره المفرغه اعمل ولا ما اعملش ده مساله جوازيه هي تلتزم الدوله ذات يبقى دستور يبقى تلتزم لان الماده دي متعلقه بنص الماده 23 اللي اتكلمت على انه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات اعلى قبل الخدمه او اثنائها قبل الخدمه يعني لان انا ايه ساعات بيحصل ايه يعلن على وظيفه مثلا بمؤهل الثانويه العامه وانا حاصل على ليسانس او بكالوريوس بتنازل عن الدرجه العلميه اللي انا حصلت عليها عشان عايز اشتغل وبروح اتقدم بيها وافضل قاعد في درجه ادنى ولكن لانه يعني فتك الميري بقى انا عايز اشتغل عشان افتح بيت وابقى ليا مصدر دخل طب انا ليه بقى ما اخدش حقي خلاص القانون انا اساسا ما كنتش واخد الا ثانويه عامه واجتهدت مش انا بطور الجهاز الاداري للدوله انا حصلت على درجه علميه وبعدين خدت ماجستير وبعدين خدت دكتوراه تكرميني يا دوله ولا تدوسي عليا تقولين ان انت مجتهد وبتطور من امكانياتك عشان تتطور في خدمه المواطن ولا تعتبري نفسك ان انت مش شايفاني ما دي قضايا الناس دي الاشكاليات اللي جوه القانون طيب اسمحوا لنا ناخد اتصالات ام محمد صباح الخير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يبارك يا بنتي الله يكرمك يا رب انا ام من اسكندريه معايا 4 بنات ومعايا ولد واحد بس فهو معاه معهد بالمصاريف معاه معهد كمبيوتر واشتغل في جميع الشغل اللي خلقه ربنا على الدنيا اتمرمط واتبهدل اروح شركه الكهرباء يقولوا لي ابناء عاملين بترول ابناء عاملين كل حاجه هو دلوقتي داخل في 32 سنه وخطبوا وخطبته عاملين مشاكل وعايزين يصيبوه بسبب الشغل ابوس ايديك يا بنتي نفسي اشغل ابني الله يبارك لك ام محمد انت
لا تقدم محافظه ايه يا محمد محافظه ايه بس في حالات طارئه يا فندم ما ينفعش نستنى لما انت محافظه ايه يا حبيبتي اسكندريه محافظه اسكندريه فين فين في اسكندريه تقول لي ابنها لا تجيني طيب فين في اسكندريه تجيني انت في اسكندريه اه انا من العاصمه يا فندم سياده النائب من اسكندريه وانا تحت امرك مكتبي انا في دوران المطاف في السيوف تعالي لي وتحت امرك الله يبارك لك ويخلي لك كل هيبتك يا رب ام محمد اسمعي بس اسمعي انت عارفه اصل احنا بنحب ايه نعمل متابعه كده سيبي رقمك قولي والنبي يا رب لا هي تجيني بس هي عارفه فين المقر حاضر لا عشان ممكن تيجي في يوم حضرتك موجود هنا في المجلس ممكن تيجي معايا مفيش مشكله معلش. المكتب مفتوح على فكره طيب اروح فين حته الله يبارك ام محمد سيبي رقم تليفونك بصي بس اسمعيني سيبي رقم تليفونك واحنا هنديه لسياده النائب وهنكلمك نتاكد انكم اتقابلتوا طب حاضر طب اروح للنائب فين الله يبارك انت عارفه بص حضرتك ميدان المطافي في محل مشهور اسمه التجاره الحلال معلش يعني انا اسف ان انا بقول ده على الهوا في الدور الرابع المقر بتاع فتاح يا فندم بتاع اكيد انت هتعرفيه يعني المطافي ايوه في السيوف حاضر الله يبارك تحت امر حضرتك سيبي رقمك يا ام محمد سيبي رقمك سيبي رقمك الله يكرمك يا رب سيبي رقمك يا حبيبتي ربنا يعزك ويكرمك يا رب استاذ محمد واتصام الدقهلية وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فندم يا اهلا بيك والله يا فندم انا حضرتك بقى يعني بكلمك محافظه الدقهلية يعني بالنسبه لعمليه الهدم اللي هدمه لنا احنا كان عندنا حته مبنيه من 2013 سامعينك يا فندم وبعدين كان لما قعدنا فاهم هو اسبوعين جينا عندنا ظروف اللي هو زبني ففي ضغط امغين هدمنها معلش يا محمد ونبي بقى قول بس طلبك على طول ايه او سؤالك عشان يعني الصوت عندك وحش قوي هو ماشي عارف ان هدموا للناس كلها ما كانش عندنا مشكله بس هدموا لنا وسابوا ناس يعني هدموا لنا وسابوا ناس طيب معلش عم محمد انا هو حضراتكم فاهمين انا مش قادره استوعب قوي كده معلش عم محمد ما تقفلش التليفون واحد من زمايلي دلوقتي بس هيفهم منك ايه المشكله بالظبط لان الصوت مش واضح خالص هناخد اتصال تاني استاذ محمد برضو اتفضل استاذ محمد اتفضل بقولك حضرتك ايه نعم لا انا بكلمك على الضغط العالي بالنسبه للكهرباء اللي موجود اللي موجود داخل الكتل السكنيه فين تمام فين فين في المرج في المرج اللي هي عمل مشكله او حاجه لغايه دلوقتي نعم عمل مشكله او حاجه عامل مشكله بان الناس بنيه تحتيه وان في ناس بنيه فواخد من عين شمس لحد الخصوص يعمل ايه طيب؟ هما بنوا تحت الضغط العالي اصلا. دي مناطق محظور البناء فيها. دي مناطق محظور البناء فيها بالقانون. ومن ثم ان هو يرجع لشكوى للاداره الهندسيه اللي موجوده داخل الوحده المحليه في المكان اللي هو تابع ليه او كانت وحده قرويه واذا صعب عليهم الامر بيرفعوها للاداره الهندسيه في المحافظه بيصدروا قرار ازاله لهذه المباني. اذا كانت الشكوى منها يعني. المباني السكنيه ولا ابراج الضغط العالي؟ اي مباني. طبعا. تحت لانه الضغط العالي. هنا بقى المباني السكنيه دي هي اللي جايه على ابراج الضغط العالي صح يعني هي مبنيه مخالفه للقانون الضغط العالي ماشي ما هي دي مشكله عشان كده يا جماعه بنقول بلاش مخالفه القانون بلاش مخالفه ابراج الضغط العالي لا البناء تحتها بص في يعني انت افتكرت انك ايه يعني ناصح وجدع لما بنيت مخالف للقانون خلاص انت وصلت دلوقتي مرحله ان عندك مشاكل بسبب ده ومش هتعرف تتكلم ومحدش هيقف معاك الامراض على فكره يعني الموضوع ده مؤثر في البيئه يعني مش بسيط طيب معانا اتصالات تانية يا شباب استاذ رجب الاقصر صباح الخير صباح الكريم يا فندم اتفضل صباح الفل والله العظيم يا فندم القناه والبرنامج صباح دريم ده هي اساسا للغلابه ربنا يعزك طبعا والله ده شرف لينا هيكرمكم ربنا هيكرمكم انت والاستاذه معه وضيوفك وجميع العاملين بالقناه بسبب الناس الغلابه ربنا يخليك يا رب والله انا حتى ضيوفي قاعدين بيردوا على حاجات كتيره يمكن ملهاش علاقه بموضوع النهارده بس بيعملوها عن حب حقيقي وخدمه للناس يعني والله ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيكم وتحيا مصر الله يخليك يا رب تحيا مصر بس عشان تحيا مصر فعلا باذن الله لازم نمشي على القانون ولازم نطبق القانون خلينا ناخد نجلاء صباح الخير صباح الخير ازيك يا فندم اهلا بيك يا حياتي اتفضلي
لو سمحت عايز اكلم سياده النائب اللي بيقول يلم من كل توك توك 100 جنيه. عايزه حضرته. الو ايوه معاكي سامعك. عايزه حضرته يكلف نفسه وينزل لمحافظ كفر الشيخ نازل حمله من اول سبعة مش اقل من 300 مش اقل من 30 40 توك توك كل توك توك دافع 1000 جنيه. حضرتك ال 1000 جنيه تحيلنا على المحافظ قال ده تبرع للبلد. وبعدين تغيير المسار 300 جنيه معلش هي مرور معلش بس برضو النائب لو بص لصاحب التوك توك بيطلع عشان 5 جنيه. حضرتك لما بيبوظ التوك توك كلها حاجات بسيطه بس حاجات غاليه جدا. هو بس كلين لها سنة وبعد كده بيدفع ثمنه تصليح. هي عبارة عن عجلة ماشية هوا. طب سيادة النائب النائبين هيردوا عليكي. خليكي معايا يا نجلة لو سمحت. شوفي يا أستاذة نجلة الموضوع أنا ما بتكلمش إن ياخدوا 100 جنيه كده. إحنا بنقول يتم تقنين أوضاع التوك توك واتعمل تراخيص ولوحات معدنية ليها ويتحصل عن كل توك توك 100 جنيه ضريبة. بدل الامور ما تبقى ماشيه بقى للمحافظ ياخد 1000 ياخد 2000 ده ظلم ليكم وللدوله. فاحنا بنقول عشان يبقى الموضوع مقنن يبقى في 100 جنيه ضريبه ده هيدخل للموازنه العامه. هتبقى الامور كلها داخله عن طريق الموازنه العامه المبالغ دي وصوم ترخيص وكمان يبقى في حفاظ على ارواح الناس وفي خط سير يلتزم بيه التوك توك. وكمان ما يعني الامور اللي بتحصل دي بين بعض الخارجين على القانون بيجيبوا تكاتك اصلا وهم مش بتوع تكاتك ولا عايزين ياكلوا عيش. انما احنا معاكي حته الالف والالفين جنيه دي احنا ده بياخدها صندوق المحافظه مش داخله للموازنه العامه للدوله. سياده النائب ضياء عايز تقول حاجه؟ لا يعني هي طبعا بس توضيح ان هي ما تبقاش ضريبه هي تبقى رسوم للترخيص. طبعا دي وسيله نقل على فكره وحلت ازمه كبيره في مناطق لم تصل. بس ليها مشاكلها برضو يا فندم. ليها مشاكلها طول ما انا بقول. وعلى فكره مشاكلها برضو بسبب غياب تطبيق القانون. طبعا البلطجه والنشل اللي بيحصل والتحرش والمعاكسه والسير عكس اتجاه. الفرق ما بين الدوله واللا دوله هو القانون. طول ما انا شايف ان انا عندي مشكله لابد ان انا اتصدى لها بتشريع ينظم اعملها. انظم يبقى ارخص احدد خطوط سير تشتغل فين ولا يجوز عليك ان انت تطلع فيه. ما ينفعش ان انا ابقى طالع على طريق سريع ويقابلني انا ابقى خايف عليه هو ممكن يحطني في مشكله. السن الصغير مين اللي يقود المركبه معاه رخصه قياده ولا لا كل ده هيبقى ارخص من ال1000 جنيه اللي ياخدها جبرا هيوفر عليهم كتير محافظ لانه هنا بيمص دم الناس. طب انا اللي شايف واعمل دخل وكل شيء قاعده البيانات. مصر مش هتتقدم الا لما يبقى عندنا قاعده بيانات لكل شيء في كل المجالات. عندنا صحيح. ايه صح. وكام صح. ونقدر صح. نعمل ايه عشان نحط خطه صح. 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 استاذه ايمان صباح الخير. لو سمحتي انا كنت عايز تحياتي ليكوا الضيوف. شكرا يا حبيبتي. الو انا بس كنت عايزه اتكلم عن موضوع قانون الخدمه المدنيه. اتفضلي يا ايمان. اوكي. يعني دلوقتي بالنسبه يعني زي ما الاستاذ فتحي الفاضلين بيتكلموا او الاستاذ اللي اتكلم عن الحصول على مؤهل اعلى والماجستير والدكتوراه والحاجات دي كلها اثناء الخدمه. وان ازاي الدوله بتعاقب بالفعل كتاب قانون 18 اللي بيحصل على المؤهل دوت. انا عايزه اسال بس سؤال. طب ايه احنا موقفين ليه الرسوب الوظيفي خلال الفتره اللي فاتت دي كلها من يوم وقفنا قانون 47 لغايه النهارده؟ احنا ليه مجمدين حياه الناس وموقفين حياه ناس؟ واكيد يعني حضرتك عارفه قد ايه الدوله بتعاني اليومين دول من القيادات اللي احنا مشكوك في ولائها ومشكوك في تصرفاتها والكلام ده كله. بدل ما بنصعد قيادات جديده ان هي تمشي حال البلد احنا موقفين البلد على الناس دول وسايبينهم يعملوا اللي هم عايزينه. انت لو ما عندكيش ما يثبت يا ايمان ان القياده دي او المسؤول ده في المكان الفلاني ده لو ما عندكيش ما يثبت قطعا انه مخالف او انه فاسد ما ينفعش تشيليه من مكانه يا ايمان. مش بقول بشيله مش بقول اشيله من مكانه انا بقول اصعد ناس ثانيين. حضرتك مش عارفه ايه اللي بيحصل. يعني انا يعني احنا مثلا في القانون 18 الو معاكي يا حبيبتي اتفضلي. يعني احنا مثلا دلوقتي في القانون 18 موقفين كل حاجه موقفين الرسوب الوظيفي موقفين كل حاجه حاطين يعني فاسيلتيز كتير قوي في ايدينا الرئيس من غير ما احنا ندور عليه بقى. يعني معلش يعني القانون ما حطش فعلي يعني ما حطش حاجه تضمن للعاملين حقوقهم.
طب احنا ليه موقفين الترقيات؟ ليه موقفين حاجات كتير؟ وبعدين يعني من كل الحوارات اللي جت في التلفزيون اللي احنا بنسمع عنها من الناس بتوع وزاره التخطيط والكلام ده كله، يقول لك محتاج حاجه ارجع للقضاء الاداري. قدامك القضاء الاداري، انت معنى كده بقى ان كل موظف عنده ماده ملغمه في القانون 18 احنا نسيب اشغالنا ونسيب اعمالنا ونفضل قاعدين في المحاكم؟ وبعدين انت اساسا خصمت فلوسه وبتقلل في دخله المادي وعملت له دخل متآكل، لان العلاوات طبعا والكلام الفارغ اللي بيفكر دوت كله، انا عايزه يصرف كمان فوق اللي هو بيعمل ده كله، يصرف كمان على محاكم وعلى قضايا، وكل ماده الاقي انها بتاخد منه حق يروح يصرف عليها كمان ويلجا فيها. طب وعلى احساس الظلم بقى برضو كمان، فكره الاحساس بالظلم برضو انك ما حققتيش العداله الاجتماعيه. اي تخيلي حضرتك حد بيشتغل وهو حاسس ان هو مظلوم او مخبول او حد متربص له او حد حضرتك ما تعرفيش اللي بيحصل فيه. وفي وزارات مهمه جدا، احنا شغاله في واحده من الوزارات السياديه دي، ما تعرفيش ايه اللي بيحصل فيها. انا بشكرك يا ايمان، وجهه نظر محترمه جدا الحقيقه. انا بس ناخد اتصالين عشان احنا قدامنا دقيقتين بالظبط، واسمع كلمات اخيره من الساده النواب. رئيسه صباح الخير. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. استاذ عواطف صباح الخير. ايوه حبيبتي صباح النور، اتفضلي. لو سمحت يا بنتي لو اتكرمتي، انا عندي ابني كان جاله شلل اطفال من هو عنده سنتين، ومتخرج محاسب يا حبيبتي، داخل على عدى ال 40 سنة، كل ما بيروح شغله يا بنتي ما بيقعدش فيها كتير لأنه بيعمل مجهود. قاعد في أكتوبر في شقة ب 1000 جنيه قانون جديد، ومعاه ثلاث أطفال يا ماما، ومش عارفة أعمل له إيه. أنتِ ساكنة فين يا حاجة مدام عواطف؟ ساكنة فين؟ إمبابة. في إمبابة؟ طيب انا بشكرك يا مدام عواطف. حاضر، سيبي رقم تليفونك لو سمحتي كده، هنكلمك بعد الهوا عشان لازم اختم الحلقه حالا. محتاج معاش بقى يعني، معوق يعني، هو يعني. طب هي بس عشان هو ابنها يعني الكبير الوحيد عنده يعني عنده الاعاقه دي، فهي ممكن تعمل ايه يعني؟ يجونا انا مش عارف، بس هيجوا زحم بهدلوهم، انا مش عارف الحل بتاعهم ايه يعني. تيجي مكتب حضرتك وماله، تاخد رقمي وساعدها. تاخد رقمك كمان. طيب يا مدام عواطف، هتتصلي بينا مره ثانيه دلوقتي حالا، وتاخدي من 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 زميلي اللي هيرد عليكي رقم سياده النائب عبد الفتاح، وكلميه بعد ما يعني 10 دقايق بالظبط، وقولي له انا عواطف لو سمحتي. احنا هنعمل له معاش ان شاء الله باذن الله. انا بشكركم جزيل الشكر. كلمات اخيره، قد ايه متفائل وقد ايه شايف انه محتاجين تطبيق هذا القانون؟ وهيبقى السؤال بقى بالعكس لسياده النائب ضياء، محتاجين تعديلات اكثر يعني؟ سياده النائب ضياء برضه هيكون متفق معايا. على فكره احنا في مرحله يعني بالتأكيد كلنا حاسينها مرحلة يعني انتقالية، وحتى الحكومة اللي موجودة دي يعني يمكن مش كلها على قدر المستوى اللي احنا عايزينه يعني، وعندنا ملاحظات، عندنا ملاحظات على بعض الوزراء، وعندنا ملاحظات على بعض مواد القانون، بس احنا زي ما بنقول يعني عايزين نعالج الموقف في الوقت الحالي. فالناس يعني مش هقول تتحمل تاني، لان كفايانا ربط حزام بامانه، الناس تعبت، كل حاجه بتيجي على الوطن في الاخر. واحنا بنمثل هذا الشعب، بنطمن الناس، احنا مش هنسمح ببقاء يعني كل من يتقاعس في حق المواطن. وكمان موضوع الاسعار اللي هو يعني عامل ارهاق لكل الناس، لا احنا لازم نشوف له حل، واحنا مسؤولين بده. انا بتكلم مش بحمل الحكومه بس، لا انا وسياده النائب وكل النواب مسؤولين ان احنا نحل مشاكل الشعب ده. فانا بقول للناس اطمئنوا، احنا باذن الله اي شيء حضركم مش هنوافق عليه ابدا. قانون الخدمه المدنيه ده انا متاكد رغم بعض الملاحظات اللي عليه، الساده النواب في داخل القاعه ان شاء الله هيعالجوا، يتوافقوا، مش لازم يوافقوا، يتوافقوا بالظبط. انا بقول لا، هيبقى في معالجه للمواد بالزبط اللي هي فيها خلل لغايه النهارده، فان شاء الله، وخصوصا موضوع العلاوه بإذن يعني انا متفائل يعني، انا جاب في ضغط من المجلس ان شاء الله، انا متفائل بيه. هسيب بقى زميلي المحترم سياده النائب ضياء الدين كلمه اخيره من حضرتك. انا كنائب في تكتل 25-30 احنا متوافقين على عده تعديلات، ان لم تلتزم بها الحكومه وان لم ياخذ المجلس باغلبيته بعين الاعتبار بها، سنكون مضطرين لرفض هذا القانون. لانه احنا اتكلمنا عن احد اهم اهداف الثوره في موجتيها هو العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه ما تتحققش الا بنظام عادل يحقق لكل هؤلاء كل الذي يرجونه، علشان لما اجي احاسبهم بعد كده يكون عندي الضمانات ان اديتك حقك، فلازم اخد منك حقي كاملا
كمواطن بانك تقدم خدمه حقيقيه لكل الناس. سياده النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنه القوى العامله، وسياده النائب ضياء الدين داوود عضو لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان، جزيل الشكر لحضراتكم ولسعه صدوركم واستقبالكم لشكاوى المواطنين كمان والحديث عن قانون الخدمه المدنيه. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعه. لقاء انتهى معكم هذا الاسبوع، القاكم ان شاء الله.